طب بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللي هي ايه المحاضرة اللي هي ايه كومبنسيشن، ايه المحاضرة بتاعت يوم الاثنين اللي فات، فان شاء الله ايه هنبدأ بيها. اللقاء اللي فات انا اديت لكم اللي هو ايه الشابتر اللي هو بتاع السيدي ستيت ماجنتيك فيلد، وكل الموضوع المواضيع التوبكس اللي اتكلمت فيها اتكلمت على بايوت سفارد لو، وخدت ايه كذا كيس على بايوت سفارد لو. النهارده باذن الله هكمل الشابتر اللي هو بتاع الستيدي ستيت ماجنتيك فيلد، وان شاء الله باذن الله بكره عندنا لقاء تاني. اللقاء التاني هيكون على الشابتر الايه، هيكون شابتر 8، هيكون على الاندكتنس والماجنتيك ايه سيركت، وانا اوريدي عملت له ابلود على ال ام اس. فخلينا النهارده ايه التوبكس اللي احنا هنتكلم عليها. هنتكلم على امبير سيركترال لو، هدي بعض الابلكيشن عليه، وهتم بحاجه جديده. يعني انا لما انا اتكلمت في مع ايه الجروب الثاني تقريبا امبير لو انتوا عارفينه كويس يعني، لكن في كيس اللي هي ايه اللي هي بتاع السيرفيس كارنت دينستي دي اللي ممكن تاخد معانا ايه جزء من الوقت، لان دي هتبقى ايه كيس بالنسبه لكم جديده. وبعدين هتكلم على الماجنتيك فلاكس، والماجنتيك فلاكس عامل زي الالكتريك فلاكس، حساباته هتبقى سهله باذن الله. فاللي هو ايه يبقى الشابتر انا مقسمه لثري بارتس. البارت الاولاني اللي احنا اتكلمنا على بايوت سافارد لو، البارت اللي هو السكند بارت هتكلم على امبير سيكتر لو. فامبير سيكتر لو في منتهى يعني ايه في صوره مبسطه دي عباره بيقول لي لو انا عندي مثلا الشكل ده يا شباب، الشكل اللي هو الكونفيجريشن اللي هو موجود قدامنا، الفيجر اللي هو موجود قدامنا ده بيبين لي ايه، بيبين لي اللي انا عندي ايه كوندكتور. الكوندكتور ايه في كارنت ايه اي، في الحاله دي بيبقى الماجنتيك فيلد بياخد ايه، لو انا عندي كارنت داخل ايه اوت فروم ايه ذا سكرين، ها يبقى الماجنتيك فيلد شكله ايه انت كلوكوايز يا دكتور، بياخد لوبز على السيركل، مش كده؟ اه يا دكتور. وبالتالي الباص اللي هو بيمشي فيه بيمشي ايه في سيركليت ايه لوب اوف ريديوس مثلا وليكن ار. طيب لو احنا باصينا جوه ايه برضه في الفيجر اللي موجود جوه ايه جوه اللوب ده يا شباب، جوه اللوب ده في كام كارنت؟ يعني لو احنا ركزنا كده في الفيجر انسايد ذا لوب في كام كارنت؟ كارنت واحد. اللي كارنت واحد اللي هو الاي ده هنسميه اللي هو الانكلوزد كارنت اللي هو الاي انكلود. لو احنا بصينا على ايه على شكل الماجنتيك فيلد اندنسي او الماجنتيك فيلد دنسي، احنا قلنا الباث بتاعه بيبقى سيركوليت ايه الباث، وبالتالي بيبقى ماشي في اني دايركشن البي. نفترض ان الكارنت في اتجاه الاي زد، فهنلاقي دي واخده سيركل، فهنلاقي ان البي في اني دايركشن في ايه في الدايركشن بتاع الاي فاي، مش كده يا شباب؟ اه تمام يا دكتور. وبالتالي بيبقى له كام كومبوننت في الشكل اللي احنا عاملينه، ليه 1 كومبوننت في اتجاه الاي فاي. وبالتالي امبير يقول لك ان الاتش دوت دي ال، الاتش اللي هي الماجنتيك فيلد اندنسي، عمليه دوت برودكت مع دي ال مع الباص اللي هي بتتحرك عليه، الباص اللي هو هيبقى ايه؟ اللي هو لو احنا خدناه هيبقى اللي هو الار دي فاي وفي اتجاه برضه الاي فاي. فبيقول في منتهى الاختصار هو ليه ايه تو ديفينيشن اللي انا ممكن اعرفهم بايه، بي ات ستيتس ذات ذا لاين انتجرال اوف ذا تنجنشنال كومبوننت اوف ذا ماجنتيك فيلد انتنسيتي اراوند كروز ذا باث از ايكوال تو ذا كارنت انكلوزد باي ذا باث. الاسهل منه لو ايه اور ذا لاين انتجرال، اللي احنا هنعمل لاين انتجرال كلوزد لاين انتجرال about any closed path is exactly equal to the DC current او اللي هو الانكلوزد كارنت اللي احنا بنقول عليه باي ذا باث. يبقى ده اللي هو ايه اللي هو ده القانون اللي احنا هنتعامل بيه مع امبير سيكتر لو. طيب المره اللي فاتت وانا بتكلم معاكم انا شبهت امبير باني حاجه اللي انتوا خدتوها مع الدكتور نجار؟ جاوس
بيجاوز. احنا قلنا ايه بيونس فرض ده يعتبر بالنسبه لي القانون العام لحسابات الماجنتيك فيلد، وبالتالي ايه شبيه بيونس فرض بكولوم لو. هنا امبير هشبهه بجاوز لو، بس هنا ايه الاختلافات بقى. جاوز لو كان بيعمل على ايه كلوز ايه كلوزد ايه سيرفيس، هنا لا بيعمل على كلوزد ايه باص، وبالتالي هناك كنت بتعمل دبل انتجريشن، هنا هتعمل ايه السنجل انتجريشن. ده الاختلاف خلاص. طيب وبالتالي يبقى احنا لما انا اتكلمت معاكم قلت لكم اني قانون عام، القانون العام اللي هو بيونس فرض، القانون الخاص اللي هو امبير. طب امبير هيتطبق على كل الاشكال، اي كونفيجريشن هحدده لك تقدر تتعامل مع امبير. يعني لو انا اديتك فاينايت، الكلام ده انا قلته برضو المره اللي فاتت معاكم، لو انا اديت لك فاينايت راين وقلت لك احسب لي الماجنتيك فيلد على سيرتين بوينت، هتحسبه من خلال بيونس فرض ولا من خلال امبير؟ بيونس فرض. ليه؟ لان ده فاينايت راين، الماجنتيك فيلد ليه اكتر من كومبوننت، فمش هعرف اختار مين سيلكت مين اللي هو الباص اللي انا هتعامل بيه. لكن لو كان انفاينايت واير او انفاينايت كوندكتور، ففي الحاله دي الماجنتيك فيلد بيبقى يونيفورم، بيبقى له كام كومبوننت؟ 1 كومبوننت. وبالتالي يبقى ايه بيتعامل معاني اشكال، يعني بصفه عامه الاشكال اللي فيها ايه سيمتري، او الاشكال اللي هي ايه زي الانفاينايت سلندر انفاينايت كوندكتور. خلاص يا شباب. تمام تمام. طيب عشان كده ايه في نهايه السلايد بيقول لك ايه اير كونديشنز فور ابلكيشن اوف امبير لو، وبالتالي يبقى امبير ما ايه دي بعض الكونديشن عشان تستخدمه. الكونديشن ان الماجنتيك فيلد دنسيتي اللي هو الاتش ماست بي كونسن اون ذا لوب. يعني ايه البي بتتحرك ازاي يا شباب؟ لو احنا بصينا في الشكل في الفيجر ده اللي هو موجود، البي بتتحرك في ايه سيركل اوف ريديوس ار. المفروض لو انا جيت اقيس الماجنتيك فيلد عند اي نقطه على السيركل دي الاقيها ايه كونسنت فاليو. تمام. لو هي كونسنت فاليو على الباص ده يبقى انا اقدر اتعامل مع مين؟ مع امبير لو. طب افرض هي ايه بتتغير الايه فاريبل ايه فاليو، وبالتالي يبقى ايه استحاله اللي انا اتعامل مع مين؟ مع امبير لو. خلاص يا شباب. تمام. حد يرد عليا بس عشان يعني ايه اكمل عقلي. بتهيألي الكلام مفهوم مش كده يا شباب؟ ايوه جدا مفهوم جدا. طيب تمام تمام. طيب هاخد ايه هاخد ايه مجموعه من الاكزامبل، هبدا باكزامبل 1 وبعدين اكزامبل 2 واكزامبل 3، وهلاقي اكزامبل 1 واكزامبل 2 واكزامبل 3 الثلاثه كلهم يعتبروا قريبين من بعض. فلو احنا بصينا اول حاجه في الاكزامبل اللي هو الاولاني اللي هو موجود قدامي ده، مديني انفاينايت اي واير او انفاينايت كوندكتور، ده موجود فين؟ انفاينايت كوندكتور ده موجود فين؟ على ايه؟ على الزد اكس مش كده يا شباب؟ اه. طيب الكوندكتور كارينج كارنت اي، الكارنت لو احنا بصينا عليه هلاقيه في اي اتجاه؟ في اي دايركشن؟ في اتجاه الاي زد مش كده؟ في اتجاه الاي زد. هو بيقول لي تيترمن الماجنتيك فيلد اندنسيتي عند اي نقطه سيرتن بوينت وليكن الكوردينيتس بتاعتها اللي هي ار سي وفاي وزد، وبالتالي جه في السبيس عند السلندر اوف ايه اوف ريديوس ار سي وفي انجل اللي هي الفاي وهي موجوده عند ايه سيرتن زد في السبيس. بيقول لي احسب لي الماجنتيك فيلد. طبعا المفروض هنا الكلام ده احنا عملناه المره اللي فاتت ببيونس فرض لو، بس ايه النقطه كانت ات زد ايكوال زيرو، كنا انا كنت حاطط ارقم على الواي ايه اكس كمان كانت في الاكس واي بلين. هنا لا هو عممها خلاها ايه ات اني زد خلاص. وبالتالي اه هنا بقى المفروض هو بيطلب منك السؤال يقول لك يوزنج امبير لو، لان انت ممكن السؤال ده تقدر تعمله ببيونس فرض لو او تعمله بامبير سيرتر لو. طبعا الاسهل زي ما هنشوف الحل لما يكون بايه بامبير لو. اول حاجه اول سؤال
الواير ده فاينايت ولا انفاينايت؟ انفاينايت. طيب لما يبقى الواير بتاعي انفاينايت واير، لو انا جيت على سيرتي على ريديوس ار الاقي ايه؟ نفترض ان عندي سلندر اوف ريديوس ار، على السيرفيس بتاع السلندر قعدت اقيس الماجنتيك فيلد، الاقيه دي قيمه كونستانت ولا ملوش قيمه كونستانت؟ يعني نفترض ان انا عندي سلندر، السلندر الاكس اللي هو ايه السنتر بتاعه منطبق على ايه اللي ايه منطبق على الزد اكس، والسلندر اوف ريديوس ار، لو انا جيت على السيرفيس اللي هو ايه اوف ريديوس ار ده وبدات اقيس الماجنتيك فيلد اندنسي، الاقيه ثابت ولا بيتغير من نقطه لنقطه على ايه على السيرفيس؟ ثابت. الاقيه ثابت، وبالتالي بدا انا الماجنتيك فيلد اندنسي كونستانت، يبقى في الحاله دي انا استطيع ابلاي مين امبير لو. فامبير لو هتلاقيني في كل الاكزامبلز اللي انا عاملها عامل اللي ايه الخطوات في ست خطوات اللي هي السيب نمبر 1 لغايه السيب نمبر 6. السيب نمبر 6 ابدا تترمن مين الفاليو بتاعه الماجنتيك فيلد اندنس. انا عملت ايه الواير ده موجود على الزد اكس، طب لو انا عملت له بروجكشن في الاكس واي بلين، ففي الاكس واي بلين هلاقي ان ايه السيركل عباره ايه عباره عن اصبح بوينت. البوينت دي وانا بطبق ايه امبير لو، امبير لو هيبقى بايه على السيركل اللي هي اوف ريديوس ار اللي هي ايه اللي ايه ادي الماجنتيك فيلد انديستي بتبقى سيركوليت في على ايه على الايه على البريمتر بتاع مين بتاع السيركل دي. فالستبس اللي احنا بنعملها اول حاجه المساله البروبلم هيتعامل بيها مع مين امبير لو، يبقى اول حاجه ايه امبير لو بيقول لي ان ايه ان لو انا عندي انتجريشن على كروس ذا باس اتش ضد ال بيساوي اي انكلود، يبقى دي اول حاجه دي يبقى ايه دي ستيب نمبر 1 كتبت الرول بتاعتي اللي هي بتاعت امبير لو. السكند ستيب لو انا بصيت الاقي هنا في الايكويشن بتاعت امبير لو في تو ترم، ترم على اليمين وترم على الشمال، لو انا عرفت ايه احسب اللي على اليمين وعلى الشمال اقدر ايه تترمن مين الفاليو بتاعت الاتش. طب يبقى دي اللي هي السيب نمبر 1 بكتب ايه اللو بتاع مين بتاع امبير لو. السكند اللي انا بختار ايه امبيريان لو، فالامبيريان هيبقى عباره عن سيركل اوف ريديوس ار، فطبعا احنا عارفين بدل ما انا عندي واير يبقى ايه الماجنتيك فيلد بيبقى ايه دي ريديوس ايه ار. بعد كده اجي في الرايت هاند سايد بتاع الايكويشن بتاعت امبير الاقي اي انكلود، زي ما قلت لكم اللوب ده شايف كام كارنت جواه؟ شايف كارنت واحد ولا مجموعه من الكارنت؟ كارنت واحد يا دكتور اللي هو الاي، وبالتالي يبقى الاي انكلود عباره عن الاي. تمام. بعد كده يبقى انا عارف ايه حددت مين الترم اللي هو موجود فين اللي هو ايه في الرايت هاند سايد بتاع ايه الايكويشن بتاعت امبير. طب اروح في الايه في الترم اللي هو موجود في الليفت هاند سايد، احنا اتفقنا على الباص الماجنتيك فيلد ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. طب لو الماجنتيك فيلد ثابت يبقى الاتش دي دي قيمه كونستانت ولا مش كونستانت؟ كونستانت. طيب لو هي في انتجريشن وهي كونستانت اقدر ايه اعمل ايه في ايه اطلعها بره الانتجريشن ولا ما اقدرش اطلعها بره الانتجريشن؟ اطلعها، يبقى الاتش ايه تيتا بره الانتجريشن يبقى مين الدي ال، الدي ال لو انا ايه بعمل انتجريشن على الدي ال على ايه على الباص كله ده الاقيه يساوي كام؟ عباره عن ايكوال تو باي ار سي، وبالتالي يبقى انا عندي الرايت هاند سايد عباره عن اي والليفت هاند سايد عباره عن اتش تو باي ار سي. في الحاله دي اقدر ايه احسب الماجنتيك فيلد اندنسي، هلاقي لي 1 كومبوننت في اتجاه الاي فاي والماجنتيود بتاعه كام اللي هو الاي ديفايدد باي 2 باي ار سي، يبقى دي اللي هي الايكويشن بتاعت مين الماجنتيك فيلد في حاله ايه لو انا عندي انفاينايت واير. خلاص تابعني يا شباب ولا لا؟ لا مع حضرتك. طيب لو في اي حاجه انا مش موضحها ولا حاجه اللي عايز يسالني يسالني، ما عنديش اي مشكله زي ما قلت لكم قبل كده. خلاص
طيب الكلام من ده لو أنا الحالة دي لما أنا عملتها بقى إيه بيوصى فرضي خدت قد إيه من الوقت؟ يعني لو أنت بتعمل إيه بيوصى فرضي الإنفينايت والكلام من ده بتعمل إنتجريتون والكلام من ده تاخد لك مثلا 10 minutes 15 minutes لو أنت بتعملها بأمبير لو تاخد كم معاك كم إيه؟ بتقالي تاخد 1 minute 2 minutes مش كده يا شباب؟ أيوه تمام. وبالتالي انا الاسهل بتالي ايه اللي انا اطبق مين امبير بس زي ما قلنا امبير على ايه على لما يبقى الواير انفاينايت لو فاينايت ما ينفعش. طيب ده اللي هو الاكزامبل الاولاني الاكزامبل الواير اللي انا واخده ده ليه سيكنس ولا ملوش سيكنس يا شباب؟ ليه سيكنس؟ لا في البروبلم وانا بتعامل بيه اعتبرت اللاين لما عملت له بروجكشن في الاكس واي بلين اعتبرته بوينت ولا اعتبرته ريد سيركل؟ اعتبرته بوينت وبالتالي يبقى ايه مالوش سيكنس. الكيس اللي انا عاملها انا اعتبرت السيكنس بتاعه نيجلكت السيكنس بتاعه خلاص تمام. طب افرض انا خدت السيكنس بقى يعني لو انا قلت لك الكوندكتور ده اوف ريديوس ايه وبالتالي يبقى دي ريديوس خلاص تمام. يبقى دي الكيس الثانيه اللي هو الاكزامبل الثاني. يبقى الاكزامبل الثاني هو نفس الاكزامبل الاولاني بس ايه الفرق بينهم؟ هنا في الاكزامبل الاولاني انا امرت السيكلس بتاع الكوندكتور في السكند اكزامبل انا هاخد السيكلس بتاع مين في الاعتبار السيكلس بتاع الكوندكتور خلاص يا شباب تمام يا دكتور. وبالتالي دلوقتي ادي الكوندكتور الكوندكتور ده بيبقى الماتيريال بتاعته ايه يا شباب؟ يعني لو ايه نفترض ان الكوندكتور ده اوف ريديوس ايه من زيرو لايه بيبقى الكوندكتور ده عباره عن ميتال مش كده؟ تمام ميتال. طب بعد الايه انا واقف فين؟ يعني نفترض عند انا واقف عند ار ايكوال 2 ايه يبقى انا واقف في الفريز بيس الفريز بيس ده ميتال؟ لا يبقى انا عندي ايه 2 ديفرنت ماتيريال اللي هو ايه البيس بتاعي الفريز بيس وعندي ايه الميتال وبالتالي يبقى هنا في كم ماجنتيك فيلد يا شباب؟ اتنين ماجنتيك فيلد انسايد ايه الكوندكتور او سايد الكوندكتور وبالتالي عشان كده هو بيقول لك احسب لي ايه فايند او تيترمن الماجنتيك فيلد انتنسيتي انسايد اند اوت سايد الكوندكتور. طيب لو انت بصيت في انسايد واخد سيركل اللي هي ايه اللي هي مش سوليد اللي هي ايه دوت سيركل دي اللي هي ايه انسايد وبرده ايه اللي هي ايه بنسميها ايه نمبر 1 دي او اي دبل اي اللي هي السيركل اللي هي ايه اوتسايد. طب لو انا جيت اتعامل ايه انسايد الكوندكتور انسايد الكوندكتور يبقى انا لو انا عندي الار بتاعه السيركل دي هتبقى جريتر ذان الايه ولا ليس ذان الايه لو انا جوه الكوندكتور الكوندكتور كله او السلندر دي اوف ريديوس ايه لو انا جوه السلندر يبقى انا شايف ايه الار دائما وابدا جريتر ذان اور ليس ذان ليس ذان عشان كده ايه او ايه ريزون 1 او ايه بدا يدرس الار سي ليس ذان الايه يبقى هو فين انسايد ايه السلندر او انسايد الكوندكتور. هيجي برضو بنفس الستبس اللي هي ايه ست خطوات اللي هم يعملهم اول حاجه يكتب ايه اللي هو امبيل لو اللي هي اتش ضد ال ايكوال اي انكلوز والكلام من ده الانتجريشن على كلوز باس وبعدين يختار اللي هو ايه الامبيريان لوب فالامبيريان لوب برضو مش هتفرق هي إيه عباره عن سيركل او سلندر اوف ريديوس اي ار والار ايه لذان الايه. طيب ثالث ستيب اللي انا عايز احسب الاي انكلوز هسالكم بقى سؤال انا دلوقتي هو مديني الكوندكتور كارين كارنت اي الاي ده كروس اني اريا انا عندي ايه الكوندكتور اوف ريديوس ايه وماشي فيه دي سي كارنت فالدي سي كارنت هيمشي ايه في كل الاريا ولا في جزء من الاريا كروس الاريا بتاعت الكوندكتور اللي هي الباي اي سكوير تمام بس كده يا يوسف في الباي اي سكوير ماشي فيها الاي. طيب انا واخد سلندر اقل من ايه فالسلندر اللي هي اقل من ايه هشوف فيها نفس القارن ولا قارن ده اقل؟ قارن ده اقل اجيبه منين؟ اجيبه ان ترم اوف القارن دينستي فاحنا عارفين ان هي ايه اي انكلوز عباره عن القارن دينستي في الاريا اني اريا اللي هي الاريا اللي هي الباي ار سكوير
دي اللي هي الباي اللي هي ايه اللي هي بتاعت ايه اللي هي الانر سلندر اللي هي ايه اللي احنا ايه خدناها بتاعت امبير إيه امبيريان لو. احسب الكرنت دنسيتي ازاي اللي هي الاي ديفايدد باي ايه سكوير اللي هو الكرنت اللي ماشي ثرو كروس سكشن اريا اللي هو الباي ايه سكوير. من هنا انا اقدر احسب مين هنا يا شباب؟ حسبت ايه كده من الستيب نمبر 3؟ حسبت الاي اللي ماشي في كروس سكشن اي انكلوز يطلع كام يا يوسف؟ هيطلع الاي كلها على الار تربيع على الاي تربيع. تمام الله ينور. بعد كده يبقى كده ايه في الايكويشن دي بتاعت امبير طلعت ايه الرايت هاند تيرم ولا ساك ايه ليفت تيرم؟ تقلي طلعت ايه رايت تيرم مش كده؟ خلاص. طيب يبقى انا عرفت الاي انكلوز. اروح بقى في الايه التيرم اللي هو موجود ايه اون ذا ليفت ده اللي هي اس دوت ال. اتفقنا ان الماجنتيك فيلد ده يونيفورم. يونيفورم يبقى يطلع بره الايه بره الانتجريشن يبقى اس اي 2 باي ار سي لان ايه الماجنتيك فيلد سيركوليت ايه السيركل اللي هي اوف ريديوس ار. يبقى انا عندي دلوقتي لو انت قارنت الترم ايه الستيب نمبر 3 والستيب نمبر 4 المفروض ايه من 3 و4 ايه الاثنين ايكوال ولا مش ايكوال؟ ايكوال يا دكتور. ايكوال اللي هي ايه ما هم ده انا طلعت ايه الترم بتاع امبير على اليمين والترم بتاع امبير على الشمال اسويهم ببعض لما اجي اسويهم ببعض الاقي ايه في الحاله دي لما اجي اسويهم ببعض اجي اوصل للسب نمبر 6 الاقي ان الماجنتيك فيلد عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن الاي مالتبلاي الار الكلام من ده مقسوم على كام ديفايدد باي 2 باي اي سكوير والايه وليها كام دايركشن ليها ايه 1 دايركشن في اتجاه الاي فاي. طيب خليك معايا كده يا يوسف. انا عندي سؤال يا دكتور معلش في السلايد اللي فاتت. اه تمام اتفضل. في السلايد اللي فاتت ما هرجع لك ليه. ماشي اتفضل. رقم 4 ده مش انا لو بكامل على الدي ال الباث ده بيتغير الراديوس والفاي بيتغيروا مع بعض فانا هكمل دي رو رو دي فاي. لا 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 مش كده. انا لما باجي بحسب عند سيرتن بوينت على اللوب وبالتالي انا واخد لوب اوف ريديوس ار وبالتالي وانا بعمل ايه الانتجريشن انا ايه الار ده انا بحسبها عند سيرتن ار بس الار دي متغيره ما بين الزيرو والايه ده عند مكان معين. تمام يعني انا جيت كده جوه الكوندكتور عند ايه عند ريديوس معين ما الريديوس مش هتتغير لان انا بدرسها عند سيرتن بوينت. تمام. لكن في الاخر انا حطيتها سيمبل زي اكس زي الار فالار بالنسبه لي لما اوصل للايكويشن النهائيه هتبقى فيها ار فالار دي فاريبل بس هتبقى فاريبل من كام لكام من زيرو لغايه الايه. وصلت يا دكتور. يعني وصلت يوسف؟ تمام. وبالتالي انا باجي عند سيرتن بوينت لكن هي لو نقطه ونقطه ونقطه طب انا هتبقى فيري كومبليكيتد. تمام وبالتالي يبقى اقرا لي كده الايكويشن نمبر 6 يا يوسف. تبقى ال h equal i r c على 2 باي r a squared في اتجاه الفاي ده الماجنيتيود خلاص في الدايركشن خلاص في اتجاه الاي فاي. هسألك في الايكويشن دي الاي ده كونستنت ولا مش كونستنت؟ لما انا بدي لك كوندكتور هقول لك الكوندكتور كارين كارنت اي الاي ده حسبته ولا هديه لك متغير؟ كونستنت. يبقى الاي كونستنت. طيب نيجي نبص 2 باي كونستنت الاي الراديوس بتاع السلندر كونستنت الار دي كونستنت ولا متغيره؟ متغيره من زيرو لاي من زيرو لغايه الاي. يبقى الايكويشن دي الماجنتيك فيلد الدنسي بروبوشنال مع مين؟ بروبوشنال مع الار. دايركت ولا انفرس؟ دايركت. طيب لو انت ايه اقل ار عندنا كام زي ما انت بتقول؟ زيرو. لو حطيتها زيرو تبقى ايه؟ يبقى الماجنتيك فيلد بزيرو. بزيرو. لو اعلى ار كام؟ هتبدا تكبر بقى لحد الايه يعني اكبر فاليو اللي هي الايه لو انا عوضت بايه هلاقي ايه هتطلع كام؟ هتبقى اي على 2 باي اي. تمام هي... يبقى ايه طيب لو انت بصيت العلاقه هي ايه الاتش بروبوشنال رينير مع الار سي العلاقه دي رينير ولا نون رينير؟ لينير. ايه علاقه ستريت لاين مش كده؟ السلوب بتاع اللي هو الاي ديفايدد باي 2 باي اي سكوير وبالتالي يبقى ايه من 0 لغايه ايه هتوقع ان الماجنتيك فيلد واخد ايه
ستريت لاين عند A وعند زيرو هو بزيرو مش كده؟ تمام. طيب يبقى دي خلي الايكويشن نمبر 1 كده في الحسبان. طبعا انا بخاطب الجميع يا شباب، يعني يوسف ايه بيسالني لا هيسالني برضه وهبقى معاه، وغير كده انا ايه سيلكت بعضيكم باذن الله. لو خدنا سكند ريدون، سكند ريدون اللي انا ايه في الفري سبيس اللي انا واقف ايه بره ايه السرندر، وبالتالي يبقى في ايه اللي الار سي جريتر ذان الايه. طيب نفس الرولز نفس الستيبس اللي انا ايه عندي 6 ستيبس. اول حاجه بكتب ايه امبير لوب، خلاص اخترت الايه الامبيريان لوب. الامبيريان لوب هيبقى ايه سيركل ايه دي ايه اوف ريديوس ار، والار جريتر ذان الايه. بعد كده لو انا ايه ارجع كده يوسف او اي واحد تاني يرد عليا يا شباب، لو انا واقف عند ار جريتر ذان الايه، انا شايف القرن كله اي ولا جزء منه زي الكيس اللي فاتت؟ لا كله اي. اي عبد الرحمن ليه؟ لان ايه كده السيركل اللي هي ريدياس او اللي هي ضيامته اكبر من ضيامته بتاع مين؟ بتاع ايه اللي هي الكوندكتور، وبالتالي الكوندكتور ده جوه ايه جوه السيركل اللي احنا ايه الجديده اللي احنا واخدينها، وبالتالي انا شايف ايه الاي. وبالتالي يبقى لو انا بعوض بالاي انكلود اعوض بكام يا عبد الرحمن؟ اجيبها بقى ان ترم الكارنت ديست والاريا، ولا اعوض عليها بالاي وخلاص وسهل على نفسي؟ الاي على طول. بالاي على طول. يبقى الاي على طول خلاص. الله ينور. يبقى ايه يبقى الاي انكلود عباره عن الاي. بعد كده يبقى انا عرفت ايه ستيب نمبر 3. ستيب نمبر 4 اكتب ايه احسب مين ليفت ايه الترم ده اللي هو ايه ليفت سايد ترم ده اللي هو مين اللي هو الاتش، وهطلع الاتش برضه لان كونسنت على الباص ايه مالتبلاي 2 باي ار سي وساوي ايه اللي هو الاي انكلوز بالايه بالانتجريشن ده. في الحاله دي طلع كام يا عبد الرحمن؟ الايكويشن ايه اللي هي السكند ايكويشن طلعت ايه؟ في اي على 2 باي ار. نفس السؤال اللي انا سالته ايه ليوسف هنا الايه نفس ايه الاي ده كونسنت والتو باي كونسنت، الار سي هي اللي فاربل، والفاربل بيتغير من كام لكام يا عبد الرحمن؟ من الايه اللي ولا نهايه، من الايه لغايه انفينيتي. تمام. طيب هنا العلاقه بقى رينير ولا هي انفرس بروبوشن مع الار سي؟ علاقه عكسيه. علاقه عكسيه، وبالتالي بيزيد ولا بيقل؟ هنا بقى الماجنتيك فيلد ايه يقل مع ايه كل ما ببعد، مش كده يا شباب؟ لو انا قلت لك ارسم الايكويشن رقم 1 ورقم 2، فالايكويشن رقم 1 ورقم 2 ضمنيا اللي ايه الفاريبل اللي فيهم اللي هو الار، وبالتالي لو انا رسمت الماجنتيك فيلد انتنسيتي اجينست الار الاقي ايه شكل الديستريبيوشن بتاع الماجنتيك فيلد واخد الشكل اللي هو مرسوم قدامنا كده يا شباب. خليك معايا يا عبد الرحمن او يوسف. يوسف معاك. خليك يا عبد الرحمن. لما يوسف كنت بتناقش مع يوسف قلنا ايه من زيرو لغايه ايه طلعت ايه ثبتنا ان الماجنتيك فيلد واخد ستريت لاين، وعند ايه ار ايكوال زيرو بي ايكوال زيرو، وعند الار ايكوال ايه بكام؟ كل اللي عليا ان انا اعوض بكام بالار سي بي ايه على ايه دايما هو قال اللي هي الاي مقسوم على 2 باي ايه. خلاص. وبعدين زي ما انت كنت بتتناقش معايا دلوقتي لو انا بدرسه عند ار جيتر ذان الايه على اللي هي انفيد بروبوشن، وبالتالي بيقل. هينعدم امتى؟ يبقى بزيرو امتى؟ عند المنهايه ات انفينيتي الاقي يوصل لايه لزيرو. خلاص. طيب السؤال ده اللي انا ايه دائما وابدا بحب ايه اساله، يعني في كل السنوات اللي انا بدرسها بحب اسال السؤال ده. لو انت بايه ده الفيرتيكال اكس ده عباره عن مين يا شباب؟ ماجنتيك فيلد مش كده؟ ايوه يا دكتور. والهوريزونتال اكس عباره عن الار. طيب نفترض انا قلت لك ارسم لي الكيس دي ارسم لي الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد كان يطلع ازاي بين الزيرو والايه؟ طبعا انا ايه انا بس انا عايز اعمل ماتشنج ما بين الماجنتيك فيلد والالكتريك فيلد.
لكن انا مش هسالك ابدا الاسئله دي في الامتحان، لان انا هسالك في الماجنتيك فيلد بس. بس انا عايز اربطك الكورس بحيث انك تستفاد من الكورس. لو انت حسبت الاليبتيك فيلد ما بين الزيرو والايه، يا عبد الرحمن انت كنت عايز تقول انا قلت صفر يطلع بزيرو، ويطلع الاليبتيك فيلد يبدا موجود فين؟ ابتداء من الاوتر سيرفيس اللي هو ايه، الاوتر سيرفيس بتاع ايه السلندر اللي هي اوف ريدياس ايه، مش كده؟ يبقى جوه الكوندكتور مفيش الكتريك فيلد، بره الكوندكتور في الكتريك فيلد. طيب لو انا سالتك في حاله هنا الماجنتيك فيلد ده كونتينوس ولا ديس كونتينوس، تعال بص عند الايه، الماجنتيك فيلد عند الايه قبل الايه وبعد الايه دي نفس الفاليو ولا ملوش نفس الفاليو؟ ليه نفس الفاليو؟ يعني لو انا واقف ايه عند الايه وحسبته بالقانون اللي هي ايكويشن نمبر 1 وحسبته بالايكويشن نمبر 2 عند الايه الاقيه ذا سيم، وبالتالي هنا بنسمي الماجنتيك فيلد عباره عن كونتينوس. خلاص يبقى الماجنتيك فيلد يا شباب دائما وابدا كونتينوس. واير الالكتريك فيلد لا، ده لو انا برسم الالكتريك فيلد الاقيه بزيرو من زيرو لايه، وفجاه بقى عند الايه على الاوتر سيرفيس اوف ايه ده الاقي ايه يبدا في الكتريك فيلد، وبالتالي بيبقى دائما وابدا اللي هي الكتريك فيلد لاينز بتبقى ديسكونتينوس. خلاص يا شباب ارجع بقى للكلام اللي انت كنت بتاخده مع الدكتور نجار، الكلام ايه لن يتغير الكلام اللي انا ايه المفهوم اللي انا بقول لك عليه، ما علينا. طيب اللي دلوقتي انا ايه باللي انا عملته اديت كام كيسز يا شباب؟ تو كيسز. كام كيسز اللي هو سيلكي ليست؟ تو كيسز. لا يوسف ركز معايا، انا اتكلمت تو اكزامبلز مش كده، على السيكنس واللي من غير سيكنس. بس دي انا بالنسبه لي دي كيس ودي كيس. اللي هو فيرتيكال لاين يعني والماجنتيك فيلد، واحد ليه كوندكتور ليه سيكنس وكوندكتور بدون سيكنس. تمام خلاص. طيب لو احنا الاكزامبل الثالث انا هربطه بنفس الاكزامبل اللي هي حاله الكوكسال كيبل، لو انا بص يبقى ايه الكيس نمبر 3 اللي انا هتكلم على الكوكسال كيبل. تعالى كده ايه يوسف خليك معايا كده، الكوكسال كيبل ما بين الزيرو والاي في ايه؟ في كارنت. لا ايوه ده اللي هو الانر ايه كوندكتور، في كارنت وفي انر كوندكتور. تمام كده تمام. بيبقى ايه من زيرو لايه ده كوندكتور، الكوندكتور ده ممكن يكون انفاينايت كوندكتور او يعني تقريبا ايه يكون انفاينايت. ما بين الاي والبي في ايه؟ فراغ، فري سبيس. فراغ ممكن تحط فري سبيس او ممكن تحط ايه دايركتيك ماتيريال. الدايركتيك ماتيريال ايه المفروض فيها كارند ولا الكارند اللي فيه المفروض لو هي ايه جود دايركتيك ماتيريال الكارند اللي فيها بكام؟ بزيرو. يبقى الكارند بزيرو فين؟ ما بين الراديوس A و B، ما بين الA وال B. طيب الاوتر كوندكتور ليه سيكنس، هنا فرضنا ليه سيكنس ما بين البي والC، في كارند ولا ما فيش كارند؟ في كارند. طب لو انت قارنت عملت كومبارزون ما بين الانر كوندكت الانر كوندكتور والايه الاوتر كوندكتور كايه بالنسبه للكارنت، الكارنت ماشي في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ من الرسمه ماشي في عكس الاتجاه. طب ليه؟ هنا الكارنت بص انا حقيقة هوضحها لك، خليني اللي انا همشي في اتجاه ايه الانر كوندكتور، الاي نوت هيمشي هيروح فين؟ عشان اكنسل الماجنتيك فيلد اللي ما بين الاثنين؟ لا مش انا عشان اكنسل، مش انا هي الحمد لله هي كنسلت نفسيها، لكن مش عشان اكنسل. الاي نود ده رايح فين؟ رايح للود ولا نو لود؟ مش عارف. لا لو انت عندك نو لود يبقى في كارنت، لو انت عندك الدايره مفتوحه يبقى فيها كارنت. لا مفيش. يبقى ايه؟ يبقى اتوقع ان الاي نود ده رايح فين؟ رايح على لود. تمام. دخل من اللود وهيخرج من اللود، لما يرجع من اللود هيروح فين؟ هيروح من ال من الخارجي او على الكوندكتور الخارجي اللي هو ايه على الاوتر كوندكتور. تمام. وبالتالي اعتبر اللي هو الاي نوت مشي. مشي راح فين؟ راح للود. رجع من اللود على الاي نوت، عشان كده التو كارنت مالهم بقوا ايه؟ ان ريفرس دايركشن. تمام. خلاص انا معلش يا دكتور مش فاهم الجزئيه دي. مين
أنا مصطفى. مصطفى مصطفى خالد. دلوقتي أنت عندك إيه؟ أنت عندك كابل. خلاص؟ الكابل ده أنت المفروض موصله ببطارية ولا مش موصله؟ موصله بالسبلاي. تمام. طيب لو أنت اديت الكابل، الكابل ده عبارة في الآخر هبصره عبارة عن ريزيستنس ولا حاجة. لو أنا وصلته بسبلاي، المفروض الكابل ده هيمر فيه إيه يا شباب؟ هيمر فيه تيار. في بس إمتى يمر الكرنت؟ الكابل ده يكون متوصل بدايرة، يعني بدايرة مقفولة، كلوزد سيركل ولا أوبن سيركل؟ ده لما يكون مقفول. عشان كده أنا بقول لك نفترض إن إيه الكابل ده أنا موصله بإيه؟ بسورس. السورس ده ليه بوزيتيف النيجاتيف، البوزيتيف ده وصلته على الإنر كوندكتور والنيجاتيف وصلته على الأوتر كوندكتور، تمام؟ المفروض ممكن يمسك كارنت وممكن ما يمسكش كارنت. يمسك كارنت أو ما يمسكش كارنت بناء إن في لود ولا ما فيش لود. تمام. طيب انا يعني بتخيل اللي هو ايه، لو انا ايه ببص في ناحيه ايه، انا ايه فرضت وانا ايه الكابل ده من جهه اليمين انا موصله بايه بسبلاي بدي سي سورس، وجهه الشمال في لود عندي، بس اللود متبين عندك على الرسمه ايه يا مصطفى. خلاص تمام. يعني انا ما ينفعش اقول مثلا ان انا وصلت التو نودز بتاعت البطاريه على الانر كوندكتور، ولقينا الكوندكتور عمل ماجنتيك فيلد، لا خلت في النيجاتيف يمشي بالعكس في الثانيه. لا لا عايز افهم الكلام بس، انت بتقول التو نودز بتوع الباتري يعني ايه؟ البوز في النيجاتيف توصلوا على الانر. ايوه انا قصدي انه اوصلهم على الانر. لو عملت كده السبلاي يضرب على طول، انت عملت شورت سيركت على السبلاي، ان الكوندكتور ده عباره عن ميتال. انت ايه لو وصلت البوزيتيف والنيجاتيف عليه كما لو وصلت بين البوزيتيف والنيجاتيف، اتعملت شورت سيركت على الباتري. ايوه ايوه صح صح. زي البطاريه بتاعت العربيه، لو انت عندك البطاريه العربيه وصلت البوزيتيف وايه بالنيجاتيف عن طريق ثرو ايه كيبل، هتلاقي ايه شراره جامده تحدث الكلام من ده. ايوه تمام انا ما خدتش بالي، شكرا. لا لا وبالتالي لا، عشان كده انا بقول لك الباتري بتبقى البوزيتيف وليكن على الانر والنيجاتيف على الاوتر. خلاص تمام. وما بين الانر والاوتر هوصل برضو في لود. بدات تستوعب؟ تمام. عشان كده يبقى ايه الكارنت جاي من البوزيتيف ماشي في الانر كوندكتور خارج رايح على اللود، يرجع من اللود على الاوتر سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الايه الاوتر ايه سلندر دي الاوتر كوندكتور. تمام خلاص يا مصطفى مستوعبه؟ عشان كده تو كارنت ايه عكسوا بعض. يوسف بيقول لي لا عشان الغي ايه الماجنتيك فيلد، لا ده هو اتلغى من تلقاء نفسه، لان وانا بعمل اللود والكلام ده لقيت الكارنت ده هو نفس الكارنت دي نفس الماجنتيود وفي ايه ان اوبزيت دايركشن، وبالتالي عشان كده عملنا كانسليشن للماجنتيك فيلد او سايد ايه الكوكسر كيبل. طيب هسال هرجع تاني معاك يا يوسف، الكيس اللي احنا درسنا خليني في الاكزامبل اللي فات اللي هو ايه السكند اكزامبل. السكند اكزامبل يعتبر اني كيس من الكيسز دي؟ هيبقى الكيس ايه مع الـ من زيرو الايه ده اللي هو الانر كوندكتور مش كده؟ تمام. الكيس الثانيه اللي احنا درسناها عند ار جريتر ذان الايه، قلنا لغايه انفينيتي. هنا هتبقى لغايه انفينيتي ولا لغايه البي؟ لغايه البي. يبقى الايكويشن 1 والايكويشن 2 valid فين؟ من زيرو الايه ومن ايه البي. من زيرو الايه انهي ايكويشن اقدر استعمل؟ ايكويشن 1. ما بين الـ A والـ B أقدر أستخدم أني إيكويشن؟ ما بين الـ A والـ B الإيكويشن الثانية اللي هي الإيكويشن اللي هي السكند إيكويشن. طيب يبقى إيه؟ طيب ما بين الـ B والـ C مش في برضو كوندكتور تاني؟ يبقى دي المنطقة الثالثة اللي أنا إيه ما درستهاش في الـ إيه في الإكزامبل اللي فات. خلاص؟ والمنطقة الرابعة اللي أنا واقف فين؟ بره في الفري سبيس اللي هو إيه عند إيه R greater than C. يبقى أنا عندي كام؟ عندي ايه فور ريجونز، الاولى والثانيه تقريبا ارمز اللي احنا عملناها. تمام. اللي هي الثيرد ريجون اللي ما بين البي وسي لسه ايه هنعملها. طيب لو انت اسهل حاجه المنطقه الاخيره دي اللي هي لو انا واقف عند ار جريتر ذان سي،
الاي انكلود لو انت واخد ايه اللي هو ايه الاوتر سيركل دي اخر سيركل دي اللي هي ايه دوت سيركل دي اللي هي ايه عند ريدياس جريتر ذان السي دي جواها كام كارنت يا يوسف؟ زيرو. لا فيها كام كارنت جواها؟ اي نود و تو اي نود كارنت اي نود واي نود بس تو كارنت ذا سيم دايركشن ولا اوبزيت دايركشن؟ اوبزيت. وبالتالي واحد بيديني ماجنتيك فيلد في اتجاه والتاني بيديني ماجنتيك فيلد ده ايه في اتجاه العكس والكارنت هو نفس الكارنت وبالتالي الاثنين يكنسلوا بعض وبالتالي المنطقه الاخيره اتوقع فيها ماجنتيك فيلد ولا ما فيهاش ماجنتيك فيلد؟ ما فيهاش ماجنتيك فيلد. طب دي تعتبر ميزه ولا عيب؟ ميزه مش هدرس ميزه طبعا كل ما انت ايه كل يبقى إيه كده هو مامن في سيفتي بالنسبه لي لو واحد قرب من الكيبورد ده والكلام من ده ما بيتعرضش الماجنتيك فيلد لان الماجنتيك فيلد من ضمن الحاجات اللي بتسبب الامراض الخطيره حتى وبالتالي الحمد لله في الكيس دي ما فيش اي ماجنتيك فيلد او سايت اللي هو ايه اللي هو الاوتر كوندكتور. طيب الحل بالتفصيل موجود عندنا عندي ايه زي ما قلنا في ايه عندي حدرس اربع ريزون اللي هي ريزون الاولانيه اللي عند الار سي للزن الايه اللي هي هطبق الايه الست خطوات اللي احنا عملناها في الاكزامبل اللي فات في الاخر هوصل لاني ايكويشن هنا يوسف اول كيس اوصل للفيرست ايكويشن اللي جبناها اللي هي اول كيس اللي انا هوصل للايكويشن نمبر 1 اللي هي اللي احنا سميتها قبل كده 1 تمام وبالتالي ايه الكلام احنا قلناه واتناقشنا فيه فهو نفس الكلام فانا مش هقوله تاني خلاص تمام الكيس الثانيه احنا قلنا ايه بس هتبقى منين ما بين ايه ما بين الاي والبي دي برضو عملناها ودي عملناها بس ايه بحيث ان إيه يبقى قدامك موجود بحيث انك لو انت قريت الاكزامبل ده يغنيك عن ايه عن الاكزامبل اللي فات خلاص يبقى ايه برضو لو انا درست الماجنتيك فيلد اندنسي ما بين الاي والبي في الاخر هوصل للايكويشن نمبر 2 وبالتالي هنا ما اقدرش اقول لا من لغايه انفينيتي لا انا هقول لغايه ايه البي خلال الدايركت الكتريك ماتيريال يطلع اللي هي ايه بايه الماجنتيك فيلد ايه انفيرت بروبورشنال مع مين مع الار سي زي الكيس اللي فات بس ايه زي ما بقول لكم الار فاليد ما بين الاي والبي يبقى ايه الكويشن نمبر 1 ونمبر 2 يا يوسف حصل فيهم اي اختلافات؟ لا هم طب نروح بقى للايه للمنطقه الجديده اللي هي المنطقه الثانيه اللي هنا ايه وقت ايوه مصطفى ممكن اسال سؤال على الكيس اللي فاتت بس طب يسالني اللي هي قبل دي بالظبط ارجع للسايت اللي فات بعد اذن حضرتك لا ولا يا سلام اللي هي دي ولا ايه ارجع للايه هي دي ايوه اتفضل ليه بقى انا حسبت الماجنتيك فيلد بالنسبه للكوندكتور اللي جوه بس مش الكوندكتور اللي بره برضه هياثر على طيب. طب انا فهمت الكلام تعالى الايه فين الايه اللوب بتاع امبير هي اللي هي اللي تو ما اللي هي ايه اللي سيركل اللي هي مرسومه بالدود اللي هي ايه ما بين الاي والبي تمام تعالى ايه الراديوس بتاعها كام السيركل دي ار الار للزان البي ولا جريتر زان البي لا للزان طيب خليني بقى انا بدرس جوه الايه جوه الار دي مش براه فانت لو بصيت داخله هتشوف كام كوندكتور كوندكتور واحد اللي هو الايه اني ايه بتروب اني ايه اني كوندكتور الكوندكتور الخارجي والداخلي ولا ايه هي شايفه دائما ابدا الداخلي بس لا بشوف الداخلي بس عشان كده ايه خدت الداخلي خدت تاثير الداخلي اللي هو الداخلي ده هو اللي بيأثر في النقطه دي بالماجنتيك فيلد طب هو يعني الماجنتيك فيلد بيبقى واخد شكل دايره حوالين الكوندكتور ف يعني مثلا او مثلا هنا مثلا عشان سيلندر مثلا في لا ما انت لا ما بص انا هقول لك حاجه التكنيك اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي اسمه امبيلو مش كده تمام لو انا كنت بقول لك ايه احسبها لي مثلا من خلال بايوس فاردلو انت بقى انا فهمت يعني عشان ارد عليك صح لو انت بتعمل بايوس فاردلو هتقول لي والله لا ده في اتنين ماجنتيك فيلد عند ايه عند النقطه دي ما بين الداخلي والخارجي ها تمام فلما تحسب ده وتحسب ده في الاخر هتلاقي اللي هو التطبيق بتاع امبير هيديني النتيجه الايه الكليه اللي ما فيهاش اي خطا وبالتالي الايكويفالنت ها اللي هو امبير فامبير بيتعامل يقول لك ايه انا ماليه دعوه باللي خارج
بالبارة بالقرن الخارجي، انا شايف القرن الداخلي دائما وابدا اللي هو الانكلوز قرن. وبالتالي لما ايه تيجي تعملها وتقيس، يعني انت ممكن تقيس ممكن تحسب تعرف الاخر القيمه الحسابيه والقيمه اللي هو هيعملها بامبير ما فيهاش اي خطا، الا غير كده يكون امبير اللي هو التعريف بتاعه غلط، وكل السنوات والعمر اللي احنا الناس شغاله فيه كان كله خطا. تمام، يبقى يعني امبير بيهتم بالجوه الامبيريان لوب بس، وجاوز كمان وجاوز. اه تمام، اه ده يجاوز. نفترض ان انت عندك سفير وسفير، وانت خدت الجاوز حوالين سفير واحده، ما لكش دعوه ببقيه السفير الثانيه. تمام تمام تمام، شكرا. عفوا. طب خليك ايه، تعالى بقى معايا معلش يا يوسف، خليك معايا يا يوسف. لو انت بصيت في اللي هي المنطقه الثالثه دي، فين الباث بتاع امبير؟ جوه الكوندكتور الثاني اللي هو اللي هو ما بين ايه البي والسي. تمام، اللي هو اني بقى اني ايه اني لوب، اللوب اللي هو ده باين وانا بتحرك بال باين عندي. طيب اللي هو لو انت جوه شايف كم كارنت؟ شايف جزء من الكارنت اللي في الثاني، والجزء الكارنت الداخلي كله. وجزء زي ما انت بتقول من الكارنت ايه اللي ماسك اني كوندكتور؟ الكوندكتور الثاني اللي هو ايه اللي هو الاوتر ايه كوندكتور. لو انت شايف الاوتر كوندكتور، انت شايف الاي كلها ولا جزء منه؟ انت لسه بتقول اه ايه جزء منه. تحسبه ازاي؟ تحسبه ان ترمي ايه الكارنت دنسيتي بتاع الجي. فتحسب الكارنت دنسيتي ازاي؟ ما هو مكتوب في ثلاثة الكارنت ماشي ايه الكروس سكشن اريا اللي هي الباي سي سكوير ماينس اللي هي ايه باي بي سكوير. ده يدينا الكروس سكشن اللي هو ايه كروسنج في ايه الكارنت اللي هو ايه الاوتر كارنت. وبالتالي لو انا عندي الاي واقسمه على تمام، خلينا نركز. فلو انا ايه لو انا عندي الاي وقسمته على الكروس سكشن اريا دي، يبقى انا حسبت الكارنت دنس. اضربه بقى في ايه؟ اضربه في اني اريا؟ الكارنت دنسيتي تتضرب في اني في الاريا اللي هي ايه ما بين الار وما بين البي. هو انا تهت معلش يا دكتور. تاني طيب بص ايه تابعني عشان ما تتوهش. ماشي، انا ايه انت بتقول، بص ركز معايا وخليك تتكلم معايا دلوقتي. الاي انكلوز احنا قلنا شايفين كام كارنت، تروح للستيب نمبر 3 انا شايف كام كارنت؟ 2 كارنت، الانر كارنت والاوتر كارنت. الانر كارنت ماشي في اتجاه والاوتر كارنت ماشي في ريفرس، وبالتالي هجمعهم ولا ايه اخد الديفرنس ما بينهم اعمل عمليه سبتراكت ما بينهم، لان الاي ده بيديني ماجنتيك فيلد في اتجاه والتاني بيديني ماجنتيك فيلد في الاتجاه الاوبزيت ماجنتيك فيلد. تمام تمام. طيب الكارنت دنسيتي ده اللي هو جي، ده بتاع الانر كوندكتور ولا بتاع الاوتر كوندكتور؟ الاوتر. الاوتر كوندكتور كارنت داخل عمودي او داخل ايه into the screen او خارج ايه into ايه from ايه the screen ده؟ خلاص. لو انت فين الكروس سكشن اريا اللي خارج منها الكارنت الخارجي ده؟ هو بين البي والسي اللي هو ايه اللي هي ايه لو انا حسبت الاريا الخارجيه اللي هي الباي سي سكوير وايه واحسب الاريا الداخليه اللي هي الباي بي سكوير، لو طرحتهم من بعض يبقى انا عرفت الكروس سكشن اريا. تمام، عشان كده لو انت بصيت بعد الستيب 3 اللي هي ايكوال اي ماينس عوض بالدي، الدي عوض عليها بالاي مقسوم على كام باي مالتيباي سي سكوير ماينس بي سكوير اللي هي الاريا بتاعه الكوندكتور اللي هي الاريا الطبيعيه اللي ماس فيها الكارنت كله. ده الكارنت كله لما بضربه في الاريا بضرب، ما بضربش في الاريا لا بضرب في الاريا اللي هو جوه امبير اللي هو جوه الباث بتاع امبير الجزء بتاع اللي احنا عايزينه. اللي هي كام هتبقى باي مارتبلاي الار سكوير ماينس البي سكوير. تمام كده ايه توت ولا بقيت معايا؟ لا تمام يا دكتور فهمتها. خلاص، وبالتالي كده خد بقى ورخص القصه دي. خلاص ايه انا وصلت ايه للاي انكلود، ادي الاي انكلود اللي هي في الايكويشن دي، اساوي بقى اللي هو ايه اللي هو الباث بتاع امبير بي اللي هو بالاي انكلود، هوصل للايكويشن كام؟ equation number 3 صح؟ تمام. طيب امتى استخدم equation number 3؟
لما هقول لك ايه يعني نفترض عشان تبقى انت ايه طبعا انا دايما بقول لكم انا بخاطب الجميع. نفترض ان انا عندي كوأكسل كيبل الـ A 1 سنتيمتر والـ B 2 سنتيمتر والـ C 3 سنتيمتر. المعادلة اللي هي ايه المعادلة رقم 3 valid فين؟ بين الـ 2 والـ 3. بين الـ 2 والـ 3. طيب لو انا قلت لك احسبالي ايه عند R 1.5 يبقى ايه؟ تنفع ان انا استخدم الايكويشن 3؟ لا استخدم الايكويشن 2. استخدم اني ايكويشن؟ ايكويشن 2 اللي هي الايه اللي هي الايكويشن 2. امتى استخدم الايكويشن 2؟ لو انا قلت لك مثلا الاي ايكوال 1 سنتيمتر والبي ايكوال 2 سنتيمتر. لو اديتك اي راديوس ما بين الاي والبي يبقى انا من حق ان انا اتعامل بالايكويشن اللي هي ايه اللي هي سكند ايكويشن. طب افرض انا قلت لك نفس الكلام لو جبت لك يعني ام سي كيو بتاع اجي ايه ادي لك كوكس كيب اقول لك احسب لي الماجنتيك فيلد انتنسيتي عند ايه ات ار ايكوال 0.5 سنتيمتر. فال 0.5 سنتيمتر ده جوه الانر كوندكتور. تمام خلاص في الحاله دي ايه استخدم اني ايكويشن؟ ايكويشن 1. طيب اف ده ايه نفس البروبلم دي قال لك احسب لي الماجنتيك فيلد عند ار 4 سنتيمتر. زيرو زيرو يعني لسه جاي دلوقتي انا ما قلتش ليه زيرو لكن ايه وانا بتكلم يعني قلتها بسرعه. وبالتالي لو احنا رحنا للايكويتر رقم 4 اللي هي اخر واحده نتيجه الاي انكلود لو انا واخد اللي هي ايه الباس او اللوب بتاع امبير اللي هو الايه الباس ده اللي هو اوتر باس ده انا شايف التو كارنت الاي والاي ايه والنيجاتيف اي. النيجاتيف اي زي ما قلنا الكارنت ماشي في اتجاه عكسي خلاص. ففي الحالة دي مجموعة تو كارنت يديني زيرو وبالتالي نو ماجنتيك فيلد او سايت ايه كوأكسل كيبل. وبالتالي لو انا بدأت اعمل بلوتنج ما بين الماجنتيك فيلد اندنسي اجينست الار الاقي ما بين الزيرو والايه ستريت ايه لاين. وبعدين عندي الايه لغاية البي عبارة عن نون رينير ونفس الكلام ما بين البي وما بين السي في نون رينير. تمام يا شباب؟ بعد ايه بعد ايه لو عندي ار جريتر ذان سي طلع كام الماجنتيك فيلد؟ مفيش كارنت اصلا يبقى بزيرو خلاص. يبقى ما هو الماجنتيك فيلد اللي هي ايه من ستيب نمبر 6 هي بزيرو خلاص. يبقى زي ما انا قلت لك لو قلت لك احسب لي عند ار ايكوال 4 ولا 5 سنتيمتر هتقول لي بزيرو بدون ما ايه ما تفكر. تمام تقولوا تمام ولا مش تمام؟ تمام تمام. يبقى ده الديستريبيوشن بتاع الماجنتيك فيلد انتنسيتي مع مين؟ مع مع ايه؟ مع الار. دي حاله الكوأكسل كيبل. اخر كيس هديها لكم دلوقتي وبعدين نعمل بريك وبعدين نكمل يا شباب خلاص. معلش عندي سؤال. ايوه يا يوسف. بس في السلايد اللي قبل دي احنا اعتبرنا ان بين البي والسي احنا خدنا جزء من الكرنت بس يعني احنا رسمنا الكرنت بره. فانا بس متلخبط في النقطه يعني هل الكرنت بره النقطه دي بره البي والسي؟ يعني تاني بس بروح عشان ايه افهم بس في النقطه بتاعه البي والسي ما بين البي والسي احنا رسمنا الكرنت بره يعني بره الكوندكتور. فهل احنا خدناه ولا مش واخدينه؟ يعني احنا واخدين جزء منه وهو بره ولا هو جوه الكوندكتور؟ فين الباص؟ اول حاجه الباص فين الباص بتاع ايه انت بتتكلم في اللي هي ايه في السلايد اللي انا ايه مبينه لك ده مش كده اللي هو سلايد تريبل مش كده؟ انا ايه عايز احسب الماجنتيك فيلد فين يا يوسف؟ عايز احسبه ما بين البي والسي مش كده؟ تمام. يبقى فين الباص بتاع امبير؟ مش هو ال سي؟ لا انا سيرك الباص بتاع الباص بيبقى على ايه سيركل؟ فين السيركل؟ لا السيركل بتاعت اللي مكتوب عليها ال 3 ال 3 هي متباينه قدامي ال 3 تمام. اللوب اللي هو ايه ال 3 مش كده؟ طب اللوب ده جزء من الاوتر كوندكتور ولا انت شايف في الاوتر كوندكتور كله ولا جزء منه؟ شايف جزء من الكوندكتور. طيب الاوتر كوندكتور ده القرض ماشي فين؟ ماشي في كل الاريا اللي فيه. الاريا اللي تبدا منين؟ من البي والسي. تمام يعني لا
احنا رسمينه بره كده يعني، احنا رسمينه عشان نشوفه بس، لكن هو اصلا جوه الكوندكتور. ايه اللي جوه الكوندكتور؟ القرن داخل عمودي كده، داخل عمودي. اه تمام. هو داخل، فهو داخل شايف فين الاريا العمودية عليه، اللي هي الاريا المحصورة ما بين البي والسي. انت معايا ولا مش معايا يا يوسف؟ ايوه ايوه مع حضرتك. ده اللي هو ايه؟ ده انا بتكلم على الاوتر كوندكتور اللي هو ما بين ايه البي والسي. لكن اللوب ده القرن داخل عمودي او خارج عمودي؟ داخل عمودي وخارج عمودي فين في الاوتر كوندكتور؟ ما بين الار والبي. اه تمام. انا في يعني ده يعني احنا بس رسمينه عشان نشوفه بس مش اكتر، لكن هو ما هو ما بناء على الرسمه دي السكيماتيك دايجرام ده بيخليني اعرف اتعامل مع المساله. ما انا مش هحط كل حاجه في دماغي واحل، فلازم احط ايه، ارسم الفيجر ده وبناء عليه اعمل حساباتي. اه تمام فهمت حضرتك يا دكتور. يعني لكن انت ايه، مثلا ايه، انا مش حافظ الايكويشن كده والبي والسي وبتاع، انا هترغبط. لازم يبقى مش لازم ترسم الكيس وتبدا تحللها. اه علشان انا فاكر كده كلنا كده بنعمل كده. اه تمام. الا بقى لو انا مثلا حافظ وبتاع وعمال اسمع والكلام من ده قصه تانية. ها لكن ايه، زي ما بقول لك، لا ده انا ماشي والقرن داخل ازاي، اهم حاجه الدايركشن بتاع القرن فين، اللي هو القرن الخارجي داخل عمودي على ايه، على السكرين. ففين هو داخل، شايف اني اريا، الاريا اللي ما بين البي والسي. تمام. لكن الباث بتاع امبير انا واخد ايه، ار ليس ذان السي، وبالتالي القرن اللي فيه اقل من القرن اللي ايه ثرو ايه كوكس كيبل، عشان كده جبناه ان ترم مين، القرن ديست. خلاص خلاص يا شباب. اه تمام يا دكتور. تمام. طيب اخر اكزامبل وبعدين زي ما بقول لكم هديكم بريك وهكمل انا بس هنا في الاكزامبل ده، هشرح الاكزامبل وبعدين هيبقى فيه سولفيد اكزامبل، ايه سولفيد ايه اكزامبل او سولفيد نيوميريكال اكزامبل، هخليها بعد ايه، بعد البريك، بحيث برضو ايه ترتاحوا. طيب تعالى هنا لو بصيتوا يا شباب، هنا رسم ايه يا شباب، او ايه العنوان هنا ايه يا شباب؟ يوسف خليك معايا يا يوسف. العنوان بتاع السلايد ده ايه؟ يوسف انا دكتور ولا يوسف وائل؟ لا خلي يوسف احمد، ما انت يا يوسف اللي على طول تبقى معايا. مع حضرتك اهو. اه خلاص. ده الماجنتيك فيلد انتنسيتي اباف او بيلو سيرفس كرنت ديستريبيوشن. ده يعني ايه؟ يعني مش لازم نقرا، احنا عايزين بس الملخص. انا عندي سيرفس كرنت دنسيتي، انا عندي سيرفس كرنت دنسيتي، السيرفس كرنت دنسيتي بامبير، هعتبره فاينايت ولا انفاينايت؟ هعتبره انفاينايت. خلاص تمام. موجود فين؟ محطوط فين؟ لوكيتد ان اكس واي بلين. تمام. السيرفيس ده ليه سيكنس ولا مالوش سيكنس؟ مالوش. اعتبرنا لما اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت واحنا بنتكلم على بايوس فارد، السيكنس بتاعه ايه؟ تقريبا بزيرو. وبالتالي في الحاله دي عرفنا السيرفيس كارنت دنس او السيرفيس كارنت دنستي اللي هو دي اس ده، عرفته ان ترم مين؟ الكارنت. لو انا حبيت احسب الكارنت قلت لك اخد الدي اس واضربها في السايد العمودي اللي داخل عليه. فهنا على سبيل المثال لو انت بصيت اللوب ده اللي هو داخل عليه، هو عمودي على مين؟ على الدبليو ولا عمودي على مين؟ الدبليو. دي اس داخل في انهي اتجاه؟ هو ماشي في اتجاه الواي، فهو عمودي على الدبليو. اه يعني هو ماشي في اتجاه الواي، يبقى ايه؟ عمود على ايه؟ على الاكس. خلاص؟ ماشي. عمود على الاكس اكس او اي حاجه توازي الاكس اكس. وبالتالي يبقى لو انا حبيت احسب الكارنت اللي هو موجود في اللوب، يبقى عباره عن الكارنت دنسيتي ده السيرفيس كارنت دنسيتي مالتبلاي دبليو. طيب تعالى هنا هو عايز يعمل ايه؟ هو بيقول لك احسب لي الماجنتيك فيلد اباف اور بلو اللي هي مين؟ اللي هو السيرفيس ده. طيب المساله دي انا ممكن اتعامل بيها ببايوس فارد او بامبير، بس احنا دلوقتي في انهي جزئيه، الخاصه بامبير ولا ببايوس فارد؟ بتهيألي احنا كل اللي احنا بنتكلم النهارده بنتكلم على امبير لو، وامبير لو هو المدخل الاسهل وهو الاحسن. خلاص؟ طيب لما نيجي نتعامل معاه نتعامل ازاي؟ الباص اللي انا هاخده ده، اول حاجه السيرفيس كارنت دنسيتي ده واخد ساكن ريكتانجل،
فانا واخد اللوب برضو بتاع الايه الباص عباره عن ريكتانجل لوب. السايد بتاعه دبليو وليكن ال ال ده اللي هو ما بين 2 و 3 اللي هو اللي هو السايد الثاني. طيب لو انا قلت لك ايه تعامل مع السيرفيس كارنت دنسيتي ده ممكن إيه تتعامل مع ايه؟ لو انت بتتعامل معه ممكن تفكر عليه ايه؟ انه تاخد منه اريا صغيره وتعمل انتجريت. تمام. امتى باخد اريا صغيره واعمل عليها انتجريشن؟ لو انا هتعامل مع مين؟ مع بايوس سفرد. تمام. يبقى هاخد مين اللي هي دي اكس دي واي وابدا ايه اظبط نفسي واعمل الانتجريشن. طب لو انا بعمل امبير انا ايه؟ هاخد دي اس ولا انا ممكن الاريا دي لو انا الاريا دي ممكن ابص لها ايه؟ مش مجموعه عددها انفاينايت من البوينت؟ قول لي اه ولا لا؟ انا ما فهمش السؤال. انا بتكلم على السيرفيس توزيع السيرفيس توزيع السيرفيس ده انا ممكن ايه اقول ده دي اس دي اس دي اس دي اس عددهم لا نهائي يعني مجموعه من البوينت عدد لا نهائي مش كده؟ ماشي. ممكن اعتبر السيرفيس ده ايه مش مجموعه من الانفاينايت واير عددها لا نهائي. مظبوط. اه يبقى ايه هو ده المدخل الكلام اللي انا عايز اوصله. انا لما اتعامل مع السيرفيس انا ما عنديش حاجه قبل كده ايه مع السيرفيس. طيب فايه الايكويفالنت للايه الايكويفالنت بتاعه السيرفيس كارنت دنسيتي ده او اللي هو السيرفيس شيت ده اللي انا اقدر اعتبره عباره عن جروب من الانفاينايت واير. يبقى هعتبره ايه؟ سمع زمايل جروب من ايه الانفاينايت واير عددهم ايه؟ عددهم واحد واثنين وثلاثه ولا عددهم انفاينايت؟ انفاينايت لان الاريا انفاينايت. طيب يبقى انا لما اتعامل مع الايه مع الكيس دي اتعامل على اساس ايه يا شباب؟ ان المجموعه دي الايكويفالنت بتاع ايه هتعامل على اساس اللي انا كما لو كان عندي انفاينايت واير. تمام. اه طيب لو انت هنا القرن المفروض الماجنتيك فيلد ماشي ازاي؟ المفروض ده هيتحرك من واحد لاثنين. اطبق رايت هاند رول على السيرفيس كوندنس الاقي ان القرن عباره واخد شكل اللوب ده. تمام. طيب الماجنتيك فيلد ماشي فين وليكن بدأ من واحد لاثنين هيكمل من اثنين لثلاثة هيكمل من ثلاثة لاربعة هيكمل من اربعة لواحد. لو انا بصيت الماجنتيك فيلد من واحد لاثنين والماجنتيك فيلد ما بين ثلاثة واربعة الاقيهم نفس القيمة نفس الماجنتيود بس ايه اوبد دايركشن ده ماشي في اتجاه الـ AX ده ماشي في اتجاه نيجاتيف X. هو السؤال اللي انا عايز اسأله بقى هنا في ماجنتيك فيلد ما بين 1 و2 هنا ماجنتيك فيلد في ماجنتيك فيلد ما بين 2 و3 مش ممكن واحد منهم ايه يبقى بزيرو؟ واحد منهم يا دكتور يبقى بزيرو؟ يعني هو بص في فيرتيكال ماجنتيك فيلد وفي هوريزونتال ماجنتيك فيلد. الفيرتيكال اللي هو ما بين 2 و3 اللي هو عمود على ايه على السيرفيس متابعني ولا مش متابعني يا شباب؟ حضرتك اه بس بفكر في السؤال. تاني في ما احنا قلنا الماجنتيك فيلد سيركلت اللوب اللي هو 1 و2 و3 و4 لغايه ما ارد الايه ال1 ما بين 1 و2 في ماجنتيك فيلد ده الماجنتيك فيلد ده بارل لمين؟ بارل للايه؟ للبلان اللي هو اكس واي بلان. تمام. 2 و3 بارل ولا عمود على البلان ده؟ 2 و3 عمودي. عمود على البلان. طب يبقى في عندي ماجنتيك فيلد ماشي بارل للبلان وفي ماجنتيك فيلد ايه عمودي على البلان مش ممكن يتصادف ان في واحد منهم يبقى بزيرو؟ يعني مش ممكن اللي انا السؤال مش ممكن يكون لي الماجنتيك فيلد دي اتجاه واحد بس مش اكتر من اتجاه؟ هو انا لو اعتبرت ان هم يعني انفاينايت وايرز فهو كده كده الماجنتيك فيلد بيبقى واخد كلوزد لوب فمفيش في حاله لما ايه بص تاني عشان افهمك الكلام ده انا ربطته اللي فات المره اللي فاتت قلت لكم الانفاينايت واير بيديني ماجنتيك فيلد ازاي؟ بكام؟ اللي هو الاي
divided by 2 by r في اتجاه a phi. الكلام ده احنا عملناه النهاردة في اول example. يبقى ايه؟ i divided على 2 by r او rho, rho اللي هي البعد العمودي على ايه؟ على الواير. خلاص؟ طيب الـ a phi المرة فاتت قلت لك الـ a phi نحسبها ازاي؟ قلت لك لو ترجع الاسبوع الماضي قلت لك هي عباره جايه من اليونت فيكتور بتاع الكرنت مضروب في اليونت فيكتور كروس برودكت اللي هو الايرو. الكلام ده واحنا بنتكلم في ايه؟ في بايوس فرد. ايوه ايوه. طيب لو انت بصيت في الواير ده الدي اس ماشي في انهي اتجاه؟ الكرنت ماشي في انهي اتجاه؟ في اتجاه الواي. يبقى الاي اي عباره عن اي واي. تمام تمام. الاي رو او الارو دائما ابدا عموديه على الواير. لما تبقى عموديه يبقى ماشي فين الرو دي؟ في انهي اتجاه؟ الواير موجود في الاكس واي بلين. يبقى العمودي فين؟ في الزد. لو انت ضربت الاي واي كروس اي زد يدي الماجنتيك فيلد في انهي اتجاه؟ في الاكس. يبقى هنا دلوقتي لما انا استخدمت انا اعتبرت الاريا دي كلها مجموعه من انفاينايت ايه وايرز. لو مسكت الواير الاولاني هلاقي يديني كومبوننت واحده في اتجاه الاكس. لو خدت ايه الواير اللي جنبه هيديني في اتجاه ايه اكس. لو خدت اللي بعده واللي بعده واللي بعده هلاقيهم كلهم بيدوني في انهي اتجاه؟ في اتجاه الاكس. وبالتالي لما يبقى كل الماجنتيك فيلد ده هيديني مين في اتجاه اللي هو البري لايه للبلان؟ يبقى في اتجاه الاي اكس. طب يبقى ايه الكومبوننت في اتجاه الزد بكام؟ مفيش. ما انا واحنا بنحلل لقيت ايه في 1 كومبوننت في اتجاه الاكس. يبقى خلاص يبقى الاي واي والاي زد بزيرو. تاني ولا مش قادر؟ لو انت ايه لو كده لو اي واحد تاني يدخل معاه بدالك يعني وصلت. المهم هنا في الحاله دي لقيت البلان موجود فين؟ البلان موجود في السيرفيس موجود في الاكس واي بلين. والقرن ماشي في اتجاه ايه؟ مش في اتجاه الاكس. القرن ايه انا فرضه في اتجاه الواي. هلاقي الماجنتيك فيلد اللي هيطلع برر للبلان مش عمودي عليه. وبالتالي اما انت في اتجاه الاكس في اتجاه الواي. ما دام القرن في اتجاه الواي الاقي القرن ايه الماجنتيك فيلد في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس. تمام تمام. وبالتالي هنا في كم كومبوننت للماجنتيك فيلد؟ 1 كومبوننت في اتجاه الاكس. وبالتالي لو انا قلت لك احسب لي الماجنتيك فيلد ما بين 2 و 3 2 و 3 العمودي ولا الموادي للايه للبلان ده؟ هيبقى العمودي فهيساوي صفر. يبقى بزيرو. لو انا يبقى لو انا جيت على اللوب ده اللوب ده اقدر اسيبه لاربعه سيكتورز او اربعه انتجريشن من 1 فروم 1 تو 2 من 2 تو 3 من 3 تو 4 من 4 تو 1 الاقي الماجنتيك فيلد موجود فين؟ من 1 ل 2 ومن 3 ل 4 ومن 3 ل 4 وفي 2 انتجريشن بكام؟ بزيرو. زيرو. خلاص الكلام ده بالتفصيل انا حاطه هنا. ادي ايه هطبق ايه البروبلم بتاعتي. ادي الماجنتيك فيلد اندنسي بايه المعادله بتاعت لوب الباص اللي احنا خدناه اللي هو الريكتانجل باص اللي هو 1 2 3 4 1. لما حاجه ايه احسب الاي كلوز زي ما قلنا عباره عن دي اس مالتبلاي ايه البعد العمودي اللي داخل عليه اللي هو الدبليو. يبقى انا عرفت الاي انكلود. لما حاجه احسب اللي هو الليفت هاند سايد ده بتاع الايكويشن بتاعت امبير هقسمها لاربع انتجريشن من 1 ل 2 ومن 2 ل 3 ومن 3 ل 4 ومن 4 ل 1. الكلام اللي احنا قعدنا نحلله مع يوسف طبعا انا بتكلم معاه ليه عشان ايه تقدروا ايه تفكروا معاه يعني هو ده انا هدفي اكيد يعني. لقيت ان ما فيش اي فيرتيكال كومبوننت وبالتالي من 2 ل 3 ومن 4 ل 1 بزيرو. يبقى في الحاله دي في 2 انتجريشن من 1 تو 2 ومن ايه 3 تو 4. الكلام من ده انا بفكركم بالكلام اللي احنا عملناه لقينا من بايوس فرد ان الاي فاي جايه من الدي الاي اي كروس ايه الايرو. وبالتالي الاي اي ده اللي هو الدايركشن بتاع الاي دي ال اللي هو مين في اتجاه الواي الاي واي او الواي الاي واي كروس ده اللي هو البعد العمودي الاي ار اللي هو البعد العمودي اللي هو الاي زد.
لما تضربهم هلاقي فيه كام كومبوننت يطلع لي 1 كومبوننت. الكلام ده لو انا بتكلم ايه اباف ذا سيرفيس. لو انا بتكلم ايه بلو ذا سيرفيس بلاقي ان الماجنتيك فيلد هو هو بس ايه مقاس في الاتجاه العكسي، عشان كده ده لو بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف. في الحاله دي لو انا ايه بدات ايه اعوض في الماجنتيود ما بين الاباف وما بين الايه البلو الاقي الماجنتيك فيلد هو ايه الماجنتيود واحد، عشان كده هو حاطط له دي وليه كام كومبوننت زي ما اتفقنا، دي 1 كومبوننت اللي هي الاتش كومبوننت اتش اكس اللي هي 1 كومبوننت في اتجاه الاكس. خلاص لما باجي احسب في الاخر في الاخر ايوه صفت لي الماجنتيك فيلد كام الجي على 2. طيب الجي اس يعني لو انا قلت لك السيرفيس كارنت ديس ده عباره عن 1 امبير بير متر يبقى ايه يطلع الماجنتيك فيلد بكام؟ نص. نص خلاص. طب ده ماجنتيود ولا فيكتور؟ فيكتور هو مكتوب ماجنتيود. لا الستيب نمبر 6 دي انا بحسب ماجنتيود، انا سويت ماجنتيود بماجنتيود. تمام تمام. وبالتالي يبقى الماجنتيك فيلد ديرس ده عباره عن ايه يا شباب؟ ماجنتيود ولا لا؟ ماجنتيود. لما احنا بنيجي نسال في الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد عباره عن فيكتور ولا ماجنتيود وخلاص؟ هو المفروض ليه اتجاه. عشان كده يبقى بصفه عامه اللي هو جنرال دي ايه الاتش دي عليها بار ولا ما عليهاش بار؟ عليها. دي بيساوي هاف سيرفيس كارنت دنسيتي مالتبلاي او كروس برودكت الان. طب دي اس اللي هي مين؟ اللي هو السيرفيس كارنت دنسيتي. لو انت رجعت للبروبلم اللي احنا او الاكزامبل اللي انا كنت بتكلم فيه دي اس كان ليها ماجنتيود والدايركشن كان فين؟ في اتجاه الواي. الاي واي الان دي اللي هي النورمال يونت فيكتور. البلان موجود اللي هي ايه احنا فرضنا السيرفيس موجود في الاكس واي بلان، يبقى العمودي فين في الحاله دي؟ بوزيتيف زد او نيجاتيف زد. يبقى لو انا ايه لو انا ضربت اللي هي ايه الزي اللي هي اي واي كروس اللي هو العمود اللي هو ايه الاي زد الاقي في الاخر يدي مين؟ لو ضربتهم كروس برودكت هيديني ايه اكس اللي احنا كنا بنتكلم عليه. وبالتالي لو انت بتحل هتتعامل مع ايه مع اني قانون؟ ستة. امتى تتعامل مع ستة؟ لو بيسالك على الماجنتيود. لكن غالبا 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 انت هتتعامل مع فيكتور، يبقى هتعامل باني ايكويشن في الجنرال اللي هي ايه اللي فيها ايه دي اس كروس ان. تمام تمام. طيب هنا نفس الاكزامبل اللي انا كنت بتكلم فيه بس بطريقه ثانيه، اللي عايز يقرا نفس الكلام اللي احنا وصلنا له هو بس اللي انا بلفت نظري ساعات، والكلام ده انا قلت لكم ساعات نكتب الكارنت دنسيتي السيرفيس كارنت دنسيتي دي او نكتبه ان تيرم اوف كي، فهو بدا ايه حل دي اس بكي، وبالتالي ساعات ايه نكتبها كي او دي اس. لكن نفس الاكزامبل نفس الكيس، هذا البلان موجود في الاكس واي بلين والدي اس في ماشي في اتجاه الاي واي اند سو اون، وبالتالي هي نفس الكيس اللي احنا عملناها. عشان كده نفس الاسرائيل 1617 هو نفس ايه اللي فات. انا هتوقف يا شباب دلوقتي على الاكزامبل ده اللي هو الاسرائيل نمبر ايه 18. خلاص تمام يا شباب. احنا توقف قد ايه؟ طب ما هو ده اللي انا هتناقش معاك. الساعة كام دلوقتي؟ 17 11 الساعة نقول 9 ونص بس كده. لا كام 11 ونص وتلت. الساعة كام هبص الساعة 11 وتلت. طب تحبوا امتى؟ ما تردوا عليا. طب دكتور هو احنا ممكن ناخد بريك قصير ونخلص بدري يعني عشان ما نتأخرش؟ انا مش عايز اقارك باذن الله. خلاص يبقى ما ناخدش بريك كبير يعني ممكن مثلا ربع ساعه الواحد يشرب كوبايه شاي وخلاص. طب ما انا بقول كده عشان برضه تستوعب يا احمد. ما يعني انا للعلم انا ممكن اواصل معاك. لا 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 ربع ساعه كويس. وانا كنت احب البريك يكون في وقت الدور بس لا بيني وبين الدور لسه تلت ساعه. خلاص فاحنا زي ما انت بتقول 15 مينتس يعني باذن الله باذن الله على 11 ونص و5 هنتقابل وان شاء الله ما نطورش باذن الله. بس الله. ايه الكلام اللي انا بتكلم عليه ده فيري فيري امبورتد وهيبقى موجود لان دي الكيس الجديده اللي انتوا ايه بتدرسوها. خلاص وبالتالي ايه خلاص ربع ساعه ونتقابل باذن الله. خلاص يا شباب عايزين اكمل لا 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 يا دكتور بريك
ما انا بقولك تشرب برضو كوبايه شاي ولا حاجه، بحيث انك برضو يعني تروق حبه بس. خلاص خلاص، نتقابل باذن الله بعد ربع ساعه ان شاء الله. أيوة، السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام يا دكتور. تمام. بص دلوقتي احنا في الجزء الأولاني احنا قلنا ايه، وقفنا عند الإكزامبل ده. فهنا في الإكزامبل لو بصينا بيه بيقول لي ايه، find أو determine magnetic field intensity اللي هي الإتش في كل ايه in all agent. خلاص؟ لو انت بصيت هنا او بصينا في الفيجر ده هنلاقي ايه؟ configuration بيوضح لي اللي انا عندي ايه؟ infinite line ولا infinite surface ولا ايه؟ infinite surface. اتنين ايه؟ infinite ايه surface او infinite surface موجودين. واحد موجود فين؟ at cam y cam 5، والتاني موجود at y negative 5. خلاص، والتو بلين بارل لمين؟ بارل الاكس زد بلين. خلاص تمام يا دكتور، خليكم معايا كده عشان نفهم بس الموضوع كده. عشان افكركم اللي هو لما كنت بتكلم مع يوسف الكلام من ده، قلنا اللي احنا لما نيجي نتعامل معاني قانون، هنتعامل في حاله الانفاينايت سيرفيس هنتعامل بالهاف اللي هو دي اس اللي هو سيرفيس كاندنسي كروس برودكت في الان، لان ده اللي هو اليونت فيكتور العمودي على البلان. يعني البلان بارل لمين؟ الاكس واي، يبقى العمودي عليه اللي هو الواي اكس. فهنا زي ما انت كنت بتاخد الالكتريك فيلد والكلام من ده، انا عندي كام كونفيجريشن؟ اتنين كونفيجريشن، في بلان موجود ات واي ايكوال 5 وفي بلان تاني موجود عند واي نيجاتيف 5. الاثنين كارينج ايه؟ نفس الكرنت، نفس السيرفيس كرنت ديستي، بس الاثنين في اتجاه ايه؟ اوبزيت دايركشن. واحد الدي اس بتاعه 10 اي زد، والتاني اللي هو 10 اي زد بس في النيجاتيف ايه؟ اي زد. لو احنا بدأنا نحسب الماجنتيك فيلد في ريزون 1، ريزون 1 لما تبقى الواي جريتر ذان 5 هيجي لي كام ماجنتيك فيلد يا شباب؟ ردوا معايا عشان لو انتم متابعيني، يعني لو انا واقف في السبيس عند واي جريتر ذان 5 بيجي لي كام ماجنتيك فيلد؟ بيجي لي نتيجه السيرفيس الاولاني ولا من الثاني ولا من الاثنين؟ هيجي لي ماجنتيك فيلد من الاثنين. الاولاني بيسند ماجنتيك فيلد، والثاني برضه بيسند ماجنتيك فيلد. يبقى لو انا عرفت اجمع ايه، اعرف الماجنتيك فيلد اللي جاي نتيجه السيرفيس الاولاني، وعرفت نتيجه ايه الثاني، اقدر اطلع التوتال ماجنتيك فيلد. خلاص تمام يا دكتور. طيب لو انا ايه، نفترض ان انا واقف عند واي جريتر ذان 5، لو انا واقف عند جريتر ذان 5، النقطه اللي انا هحسب عندها الماجنتيك فيلد على يمين التوبلان ولا بينهم ولا على شمالهم؟ الاثنين على يمين البلان. على اليمين. طب تعالى على النقطه نتيجه السيرفيس الاولاني، لو انا واقف هنا مثلا عند اني واي جريتر ذان 5، احسب ايه؟ عندي قانون اللي هو هاف دي اس اللي هو مداني كام؟ 10 اي زد. كروس برودكت في مين؟ في العمودي. الاتجاه العمودي اللي ايه؟ انا طالع من السيرفيس العمودي عليه، هيبقى الاي واي ولا نيجاتيف اي واي؟ النقطة على اليمين. يبقى العمودي فين يا شباب؟ اي واي. اي واي، تمام. لو ضربنا الاي زد كروس اي واي يدي مين؟ نيجاتيف اكس. نيجاتيف اي اكس. خلاص؟ يبقى ده. طيب لو انا عايز احسب نتيجه ايه السكند سيرفيس، اعوض بايه؟ بهاف الدي اس بكام؟ ب 10 في اتجاه اي زد ولا نيجاتيف اي زد؟ دي نيجاتيف اي زد. نيجاتيف اي زد، النقطه ما دارت على اليمين، يبقى العمود اللي هو مين؟ الاي واي. لما اضربهم هيطلع ايه نتيجه ان انا عكست الدايركشن بتاع الدي اس؟ يحصل ايه؟ هيديني في اتجاه بوزيتيف اي اكس ولا نيجاتيف اي اكس؟ بوزيتيف يا دكتور.
بوزيتيف والتاني كان بيديني نيجاتيف، يبقى ده بيديني نيجاتيف ده بيديني بوزيتيف، ونتيجه النفس الكارنت شيت هو هو نفس الكارنت دنسيتي هي هي، هتوقع على اليمين الماجنتيك فيلد يبقى بكام؟ هيتكنسل هيبقى بزيرو بيكنسل. طب لو رحنا ما بايه في السكند ريجون اللي هي ايه ما بين الواي ايكوال ايه نيجاتيف 5 وال5، الاقي لو انا واقف هنا مثلا عند الزيرو الاقي النقطه دي على يمين ولا شمال السيرفس الاولاني؟ شمال الاولاني ويمين التاني. يبقى مين هيتغير؟ اللي هو العمودي، العمودي هيبقى في اتجاه الاي واي ولا نيجاتيف اي واي؟ هيبقى في اتجاه النيجاتيف، نيجاتيف اي واي، وما دام الزي اس هو نفس الاتجاه هضربهم بعمليه كروس برودكت. طيب النقطه اللي هي لو انا واقف عند الزيرو على يمين ايه السكند بليت سكند سيرفيس مش كده؟ وبالتالي يبقى العمود كام؟ نبدا نحسب وهكذا نحسب ايه لما تبقى الواي جريد ايه للزان النيجاتيف 5. ففي الحاله دي هتبقى النقطه اللي انا بحسب عندها على شمال التو سيرفيس. فالمهم الحل هيبقى سهل باذن الله. لو انا في ريزون 1 بحسب ايه ات واي جريتر ذان 5، احسب ديو الماجنتيك فيلد ديو تو اللي هو الفيرست سيرفيس والسكند سيرفيس، ابلاي مين اللي هي دي اس اوفر 2 كروس برودكت في الان، الان زي ما قلنا اللي هي النقطه على اليمين فيبقى الاي واي، ودي اس هو جيفن اللي هي في اتجاه الاي زد لما اطلعها في الاخر تطلع ايه نيجاتيف اي اكس نيجاتيف 5 اي اكس. ده هيديني كام؟ نيجاتيف 5 اللي هو الماجنتيك فيلد نتيجه ايه السيرفيس الاولاني. طب نتيجه السيرفيس الثاني لما اجي احسبه هيديني نفس ال5 بس بالبوزيتيف، لو بجمع نيجاتيف 5 مع بلس 5 هيديني 0، وبالتالي في المنطقه الاولانيه الماجنتيك فيلد بكام؟ بزيرو. لو خدت بقى في المنطقه الثانيه هطبق برضو نفس الرول، هو القانون واحد اللي انا بتعامل بيه، لما اجي اعوض هيطلع ده بدل نتيجه اللي هي الان هتبقى بالنسبه للبريت الاولاني هيبقى ايه نيجاتيف اي واي هيديني في اتجاه الايه ال5 اي اكس، والتاني هيديني 5 اي اكس، لما باجي بقاد ده مع ده هيديني 10، وبالتالي هيطلع الماجنتيك فيلد في انهي منطقه موجود؟ في المنطقه الثانيه هي ايه بتوين التو اي بليت التو سيرفيس مش كده؟ ايوه مظبوط. لو جيت هنا في المنطقه الثالثه النقطه على شمال التو سيرفيس الاقي دي بتديني بوزيتيف ودي بتديني نيجاتيف 5، اجمعهم مع بعض هيديني 0، وبالتالي امتى الماجنتيك فيلد يبقى بزيرو؟ في التو ريجنز اللي بين اللي بره. لا بس ده انهي حاله بقى؟ اول حاجه عشان بس ايه عشان ما ايه الواحد ما يحطش ارقام، نفترض السيرفيس كارنت ديستي ده كان 10 وده 20، في الحاله دي المنطقه الاولانيه اتوقع فيها ماجنتيك فيلد ولا هيبقى زيرو؟ لا هيبقى فيها، هيبقى فيه فاليو، لكن نتيجه اللي هو اداني تو سيرفيس كارنت ديستي عباره ليهم نفس الماجنتيود وابسط دايركشن، فايه اتوقعت ان الماجنتيك فيلد على اليمين وعلى الشمال ما فيش، وطلع الماجنتيك فيلد ايه هو الموجود ايه ان بتوين اللي هي في السكند ريجون خلاص. لكن هو لو غير اي كارنت دنسيتي، طب لو الاثنين في ايه لو الاثنين عكس لو نفس الكارنت دنسيتي الاثنين في نفس الدايركشن تتوقع ايه؟ هيبقى زيرو في النص وبره في، هيبقى زيرو في الوسط وعلى اليمين في فاليو وعلى الشمال في فاليو. الكلام من ده ممكن اجيب لك في فاينل اكزام حاجات زي كده بسيطه كده. خلاص يا شباب تمام. في اي حد مش فاهم حاجه؟ لا احنا فاهمين خلاص تمام. نروح لايه اللي هو خلاص كده ايه الاكزامبل الاولاني، هنروح للاكزامبل الثاني وبعدين هروح لايه للتوبكس اللي هو ايه على الماجنتيك فلكس. هنا نفس البروبلم اللي فاتت بس ايه اللي غير هنا الكونفيجريشن. الاكزامبل اللي فات كان حاطط ايه؟ حاطط اثنين سيرفيس ايه شيت مش كده؟ لا حاطط هنا بقى المره دي ايه سيرفيس وحاطط ايه انفاينايت واير. الانفاينايت واير موجود فين؟ على الزد اكس مش كده؟ اه دكتور تمام. واللي السيرفيس ده موجود فين؟ ات واي ايكوال 4 تمام. لو قلت لك احسب لي الماجنتيك فيلد ان ايه عند اي نقطه على الواي اكس، الواي اكس اللي ايه هقول على يمين البليت، على يمين البليت يعني ايه واي جريتر ذان 4،
وما بين الواير وما بين البليت، ما بين A0 وما بين 4، والمطال الأخيرة لما تبقى الواي للذاني A0 بس كده. هو بيقول لي احسب لي الماجنتيك فيلد في كل المناطق دي على الواي اكس. لو انا بحسبه في المنطقه الاولانيه اللي هي عند واي جريتر ذان 4 يطلع كم ماجنتيك فيلد؟ 2. واحد نتيجه السيرفيس زي البروبلم اللي فاتت، وهيطلع برضه في نفس الاتجاه في اتجاه نيجاتيف اي اكس مس كده؟ مظبوط. اه وهقعد عليه مين الماجنتيك فيلد نتيجه الواير. الماجنتيك فيلد بتاع الواير كام؟ اللي احنا قلناه المره اللي فاتت وقلناه النهارده بامبير اللي هو الاي ديفايدد باي 2 باي رو. الرو هنا هتبقى الواي لان ايه البعد العمودي اللي هو الواي. الاتجاه هيبقى ان اتجاه في حاله الانفاينايت واي. قلت لكم بحسب ازاي الاتجاه اللي هو الاي فاي. الاي فاي بنحسبه ازاي يا شباب؟ اي اي فيرو الاي فاي في الاي رو. الاي فاي هيبقى اللي هو سوري الـ AI اللي هو في اتجاه الـ AZ بس كده؟ اه تمام تمام يا عبد الرحمن. طيب والـ AO هتبقى ايه؟ على يمينها هتبقى في اتجاه الـ AY اللي هو العمود اللي خارج منها بس كده؟ متابعني يا عبد الرحمن؟ اه معاك يا دكتور. وبالتالي يبقى ايه لما اجي احسب الماجنتيك فيلد في الفيرست ريزون ايه بقول اللي هي الماجنتيك فيلد ديو تو اللي هو السيرفيس ونتيجه ايه اللاين الواير. اجي نتيجه السيرفيس اللي هي هاف دي اس كروس برودكت الان. الان اللي هي تبقى مين اللي هي ايه الاي واي، والسيرفيس كارنت دنسيتي اللي هو الايه 10 اي زد اضربهم هيطلع نيجاتيف 5 اي اكس زي الايه الاكزامبل اللي فات. بالنسبه ايه هقعد عليه اللي هو الانفاينايت واير اللي هو هيبقى الاي ديفايدد باي 2 باي ار في اتجاه الفاي، والفاي احنا قلنا جاي من كروس برودكت بتاع الاي اي اللي هو الاي زد كروس برودكت الاي رو اللي هي الاي الاي واي هتقطع نيجاتيف اي اكس. يبقى خلاص انا عرفت الماجنتيك فيلد ديو تو السيرفيس ونتيجه ايه اللاين، بقعد الاثنين مع بعض اوصل للتوتال ماجنتيك فيلد. خلاص يبقى ده التوتال ماجنتيك فيلد اللي هو في الكيس الاولاني. طبعا يا شباب الكيس دي كلها لما هجيبها لك في الامتحان هجيبها لك ازاي يا شباب؟ عشان بس انا بحب اكلمكم ليه عشان تتوقعوا شكل الامتحان بيبقى الاسئله ازاي فيه، عشان يعني نجيبكم ما تفكروش كتير تحلوا على طول. في المساله دي واضح ان انا مدي لك اي وار وكلام من ده. لما باجي هدي لك مساله انا بحب المساله كلها تبقى فاليو تبقى ايه نمبرز خلاص. وبالتالي في الكيس دي حاجه اقول لك مثلا الاي ده اللي هو في الانفاينايت واير ده وليكن 10 امبير، احسب لي الماجنتيك فيلد اندنسيتي عند ايه واي ايكوال مثلا ايه 6. لو انا بحسبه عند ايه واي ايكوال 6 يبقى ايه؟ يبقى انا عندي ايه؟ تو ماجنتيك فيلد عندي الار. لا ايوه ما هي انا قصدي ايه الار سي عندي الاي، وبالتالي يبقى الماجنتيك فيلد بتاع اللاين انا قدرت احسبه كفاليو. حضرتك قصدك المجاهيل يعني؟ اه تمام. اه يعني المجاهيل اللي هي موجوده عندي انا بحطها ايه بفاليو، لان انا ما بحبش اجيب لك ايه اقول لك اختار ايه الاكسبريشن ده ولا ده ولا ده. لا الفاليو حتى بتبقى ايه اسهل لنا ايه في الايه في كتابة الامتحان. خلاص تمام. بدل ما احط ايكويشن كتير لا احط لك ارقام وتقول لي الرقم ده ولا الرقم ده. وبالتالي انا ممكن اجيب لك كده. طيب ممكن اجيب لك كده اقول لك ايه احسب لي الماجنتيك فيلد عند النقطه الماجنتيك فيلد فيها بزيرو، اقول لك احسب لي الواي اللي عنده الماجنتيك فيلد بزيرو تعمل ايه؟ هساوي الاتش بتاعت اللاين بجمع ده وده أوه. وسويهم بكام بصفر وايه واقدر استيميت الفاليو بتاعت الواي مش كده؟ تمام. بس دي بتاخد ممكن تاخد معاك وقت خلاص. فايه يعني انا بقول لك يعني ايه افكار، فكل البروبلمز اللي هي موجوده عندك اجيبها لك كاجزاء واقول لك احسب عندك خلاص. بس ايه يوم برضو يوم ما بجيب لك في الامتحان بغير لك وضع البليد. البليد ده مثلا موجود فين؟ بارل لمين؟ للزد اكس ليه اكس بلين. لا ممكن اقول لك ده بارل لمين؟
باريل للاكس واي بلين وغير لك شكل ايه كوندكتور بحيث ايه يبقى الطالب برضو ايه فاهم مش حافظ ها لان انا مش هقول لك سمع لي حته التسميع دي مش هتبقى موجوده يعني خلاص متفقين يا شباب يبقى انا بفتح لك ايه بعض الافكار بحيث انك ايه تعرف كل الاكزامبلز اللي انا بدي لك ممكن اقلبها لك على صوره ايه اسئله خلاص يبقى احنا عملنا ايه عملنا الجزء الاولاني اللي هو ايه حسبت الماجنتيك فيلد في السكند ريدر اللي هي ما بين الدي والفور هتحسب برضو الماجنتيك فيلد نتيجه السيرفيس ونتيجه اللاين وتقادهم مع بعض تطلع ان سون فبالتالي تقدر تكمل انت ايه البروبلم في المنطقه الثالثه برضو خلاص في اي استفسار يا شباب دكتور احنا ازاي حولنا الاي فاي الى كارتيزيان حولت الاي فاي لايه ازاي حولنا الاي فاي في لحد ضرب يعني ازاي الصدر الثالث من تحت طلعت نيجاتيف اي اكس يعني ما احنا قلنا الاي فاي ده حاله ايه انفاينايت واير كريم ايوه القانون ده بتاع مين انفاينايت واير خلاص تمام الاي فاي دي او الفاي دي اللي هي موجوده دي اللي هي بعنيه اللي هي اليونت فيكتور في اتجاه الاي فاي دي جايه منين من عمليه كروس برودكت ما بين اليونت فيكتور بتاع القرن كروس برودكت في العمود اللي على ايه على الواير رد عليا ما انت ايوه انا بفكر ماشي فالواير موجود فين الواير في اتجاه الزد والعمود عليه في اتجاه الواير يبقى انا ايه لغيت الاي اي وعوضت عليها ايه بالاي زد فين العمود على الواير ده الواير موجود يعني فين هيبقى فين الزد هيبقى مين هو عايز يحسب على نقطه على الواي اكس يبقى فين العمود دي في اتجاه الواي اللي هو الاي واي لما تضرب A Z كروس A Y تطلع إيه؟ في سالب X سالب من سالب X ال X ده بنعني بيه يونت فيكتور في اتجاه X اتجاه X X خلاص؟ كده معايا ولا مش معايا؟ أنا أصلا جبتها بأمبير رايت هاند رول فطلعت معايا لا 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 أنا مش عايزك تطبق رايت هاند رول دي بالمرة ها؟ ليه لا هنا لازم تطلع لي كده في ايه لان ممكن رايت هاند رول تخدعك ايه تطلع منها حاجه تانية خلاص وبالتالي بنعملها بالحسابات اوكي خلاص يا كريم يعني انا عايزك تحسبها ايه عن طريق الاي اي كروس اي ان الاي اي اللي هو رايت هاند رول دي بتساعدني انا بعرف هي فين داخله خارجه بس ممكن انا بعملها اتلخبط فيها خلاص انا طبعا بتكلم على ايه بالنسبه لكم يعني وبالتالي انا انصحكم انكم تتعاملوا بالايه بالاي اي كروس اي ان طيب التوبيك الاخير اللي هو في عشان نخلط برضو باذن الله بسرعه يا كريم يا يوسف مع حضرتك يا دكتور يوسف احمد هنا بقى البارت الثالث عباره عن ايه بارت 3 بيتكلم على ايه على الماجنتيك فلوكس والماجنتيك فيلد دينستي الماجنتيك فيلد دينستي الماجنتيك فيلد دينستي انا ما اتكلمتش عليه قبل كده ولا اتكلمت عليه حضرتك اتكلمت عليها في اول محاضره اللي هو البي قلنا البي ايه علاقه الماجنتيك فيلد دينستي بالماجنتيك فيلد دينستي قلت لك الماجنتيك فيلد دينستي هو عباره عن ميو مارتبلاي ايه الماجنتيك فيلد دينستي وبالتالي كل اللي احنا الحسابات اللي احنا عملناها كنا بنحسب منها ايه قبل كده النهارده الاتش اللي هو الماجنتيك فيلد دينستي خلاص بمجرد ان انا عرفت اضربه في الميو يبقى انا طلعت مين الماجنتيك فيلد دينستي وبالتالي كما لو كنت انا اديت ايه لغايه دلوقتي اديت الدي واديت دي بالظبط الميو البرمابيلتي عباره عن الميو نوت في الميو ار انا كل الميديوم اللي انا شغال فيه لغايه هذه اللحظه فري سبيس ولا دخلت في الفيرو ماجنتيك ماتيريال لحد دلوقتي شغالين في الفري سبيس يبقى الميو ار بكام بوان يبقى الميو هي الميو نوت تمام خلاص
يبقى لو انا عندي الماجنتيك فيلد اندنس في كل الكيسز اللي احنا عملناه من اول ما بدات معاكم لغايه دلوقتي، هاخد الماجنتيك فيلد اندنس اضربه فين؟ في المي نوت. يبقى انا طلعت مين؟ البي. وبالتالي البي احنا اتكلمنا فيها. اللي انا عايز ايه نفهمه النهارده، حسابات الماجنتيك فلكس. والماجنتيك فلكس بالنسبه لكم هيكون سهل لانه قريب من ايه؟ من حسابات الالكتريك فلكس. وبالتالي اتوقع الجزء اللي انا هتكلم فيه مش هاخد اكتر من نص ساعه، يعني ان شاء الله نص ساعه نخلص باذن الله. طيب هنا يبقى ايه؟ هنا بيقول لي ادي البي ده اللي هو الماجنتيك فيلد دنسيتي، وده الاتش اللي هو الماجنتيك فيلد اندنسيتي، وفي علاقه ما بين البي والاتش اللي هي الميو، والميو عباره عن مي نوت في الميو ار. وقلنا في الميديا اللي انا شغال بيها هذه اللحظه الميو ار بكام؟ 1 على اساس اللي انا شغال في الفيد بيس. وبالتالي لو انا شغال في الفيز بيس تبقى البي بكام؟ الميو نوت في الاتش. تعالى دي اول حاجه هو بيكلمني على مين؟ على الماجنتيك فيلد دنسيتي. تاني حاجه بيكلمني على حسابات الماجنتيك فلكس. الماجنتيك فلكس ده بيحسبه بي ضد اس. انتوا مش خدتوا الالكتريك فلكس كنتوا بتحسبوا دي ضد اس؟ اه يا دكتور. فدي والاس، انت كنت بتاخد ايه علاقه الدي والاس؟ بتاخد اي اريا ولا بتاخد الاريا العموديه على الايه؟ على الدي. النورمال اريا. وبالتالي برضه هي نفس الكلام، انا هاخد البي وليس ايه الاتش، هاخد البي واضربها في عمليه دوت برودكت في اني اريا؟ في الاريا العموديه على الماجنتيك فيلد ده. وبالتالي الكلام اللي انا هتكلم فيه ما اختلفناش كتير على حس ايه وانتوا بتتكلم، يعني لو انت فاهم جاوز الكلام من ده واعتقد كلكم فاهمين، فهتلاقي الكلام اللي انا بقوله سهل. يبقى انا هاخد اني بي واني اريا؟ اي اريا ولا الاريا العموديه على البي؟ الاريا العموديه على البي. طيب لما حاجه هدي لك البروبلمز او الاكزامبل ساعات يدي لك، ولو ايه ساعات يجي يقول لك احسب لي الفلكس، لو هو بيسهل عليك يقول لك ايه ادي البي، هيدي لك البي، يبقى البي جيفن. لو البي جيفن ايه ازاي احسب الفاي؟ اشوف فين الاريا العموديه على البي واضربهم في عمليه دوت برودكت واعمل عمليه انتجريشن. انتجريشن على ايه؟ بيبقى دبل انتجريشن ولا سنجل انتجريشن؟ هيبقى دبل. دبل انتجريشن واعمل انتجريشن، يبقى انا طلعت الفلكس. الفلكس ده اليونت بتاعته ايه؟ ويبر. يبقى الفلكس اليونت بتاعته ايه يا شباب؟ ويبر. البي اليونت بتاعتها ويبر بير متر سكوير اور تسلا. خلاص نسبنا من اللي لو انا بعمل الانتجريشن على كروز سيرفيس هتطلع بزيرو. الكلام من ده لما نيجي نتكلم على ماكسون نتكلم على القصص دي، لكن ايه من اللي هي ايه ان البي عباره عن اتش مالتبلاي الميو والماجنتيك فلكس عباره عن بي ضد اس، والكلام من ده على دبل انتجريشن بنعمله او على ايه على سيرفيس. فبقول لكم المساله بيبقى لها حاجتين، ساعات يدي لك البي جيفن ويقول لك احسب الفاي، يبقى دي اسهل الحالات يدي لك البي. طب افرض هو ما ادالكش البي، يعني نفترض يقول لك ايه انا عندي كارنت سيرفيس، احسب لي الايه كميه الفلكس اللي هي جايه من ايه من الكارنت سيرفيس ثرو اريا معينه اللي هي كروس اريا معينه. يبقى انا هعمل ايه لو انا اديتك ايه؟ يعني نفترض يا شباب في الاكزامبل اللي فات، الاكزامبل اللي فات اللي كان فيه سيرفيس ولاين، قلت لك ايه اخترت ايه اريا معينه وقلت لك احسب لي الفلكس اللي بيعبر الاريا دي، تعمل ايه؟ هجيب الاتش في هجيب الايه الاتش اللي هي نتيجه مين البليت واشوف فين الاريا العموديه بتاعه. ايه لو طلع في اريا عموديه يبقى انا طلعت الفلكس ديو تو ايه الشيء، وامسك إيه كمان اللاين اجيب مين الماجنتيك فيلد دنس بتاعته واضربه ايه واطلع البي، وبعدين اضربه في ايه في الاريا واعمل عمليه انتجريشن. خلاص الكلام ده هوضحه لكم في النيكست اكزامبل اللي هي جايه. دكتور هو ليه على الكلوز سيرفيس بيطلع زيرو؟ ده اعمل ما انا بقول ده فين؟ في حالات الالكتريك فيلد بيبقى فيه فاليو، حالات الماجنتيك فيلد بيطلع بزيرو وكلام من ده، وانا بتكلم قلت لك لما نتكلم على ماكسويل مش كده؟
يعني لسه هيتشرح يعني. يعني انا ايه انا قلت كده، قلت لك خلينا في واحد واثنين ودي لما ندخل في ماكسيمم بتاع انا وانا بتكلم، قلت كده يا كريم مش كده؟ لكن لو انت ايه خد اي يعني خد سيلندر على كروس سيرفيس وعندك البي واعمل عمليه انتجريت على سيرفيس كله، في الاخر لو انت بتعمل انتجريت هتجيب زيرو. لكن مين اللي بدا يفسر الكلام من ده؟ اللي هي المعادلات بتاعه ماكسيمم. خلاص يا كريم؟ تمام. اول اكزامبل هتعيه اكزامبل بسيط جدا، تعالى نيجي نقرا كده مع بعضينا. ايه الجيفن هنا؟ خليك كده معايا كريم، اقرا لي كده الاكزامبل ده. كريم إبراهيم، طبعا يوسف يا دكتور باش ان انت بقى لا معلش بقول لك اقراري بس الاكزامبل بس لو تسمع، معلش انا قلبته، اقراوا لي كده. طيب يوسف اقراري الاكزامبل. ايوه دكتور، هو مديني لانه ممكن يكون النت ده ما بيقول النت عنده ضعيف. اقراري الاكزامبل. هو مديني الاتش جيفن في الار، هنا الماجنتيك فيلد دنسيتي جيفن تمام. يبقى ده الكيس الاولانيه دي، ودي بتبقى ابسط كيس حدها لك، هدي لك الماجنتيك فيلد خلاص، وبيوصف لك عباره عن 10 ار في اتجاه اي فاي، وقال لك دي انا شغال في اني كووردينيتس في السيلندريكال كووردينيتس تمام يا يوسف. تمام. بيقول لي فايند الماجنتيك فلكس اللي هو هيجي عند سيرتن اريا معينه، السيرتن اريا اللي هي ليها ار جريتر ذان 2 وليس ذان 4 والزد جريتر ذان 0 لغايه ايه 2، هي المفروض مش ايكوال، هي المفروض ليس اور ايكوال 2 تمام. فهو بيقول لي ايه، عايزك ايه من الماجنتيك فيلد الدنس ده قول لي الفلكس. الفلكس ايه، دي علاقه بالاكس ولا دي علاقه بالبي؟ بالبي. يبقى اول حاجه ايه الاكس دي، اخد ايه الاكس دي اضربها في كام؟ في ميو نود. في ميو نود على اساس اللي انا شغال في الفيد بيس، هلاقي البي في اي اتجاه، في اي دايركشن؟ البي في اتجاه الاي فاي، ما زالت في الاي فاي تمام. يبقى البي ماشيه في حاله السلندر في اتجاه الاي فاي. طب فين الاريا العموديه بقى في بتبقى على الاي فاي؟ انا برسم لك هنا الدي في في حاله السلندر كووردينيت، الدي في ده عباره عن السايد بتاعته اللي هي ار دي فاي دي ار دي زد. فين الاريا العموديه؟ انا عندي الماجنتيك فيلد جاي في اتجاه الاي فاي، هيشوف اني اريا عموديه؟ الاريا دي اس، انا بتكلم على الدي اس، الدي ار في الدي زد تمام. يبقى انا عندي الايه الماجنتيك فيلد في اتجاه الاي فاي، ففين الاريا العموديه اللي هي دي اس اللي هي دي ار دي زد، والدايركشن بتاع الاريا دي اللي هي عموديه عليها اللي تبقى في اتجاه الاي فاي، وبالتالي يبقى دي اس عباره عن كام؟ دي ار دي زد اف اي، بحيث لما اضرب الاثنين دوت برودكت ايه الاف اي تروح مع الاف اي خلاص تمام. خلاص يبقى انا عندي البي، يبقى اول حاجه هو مديني الاكس ضربتها في المي نوت على اساس ان انا شغال في الفيز بيس، ولقيت ان البي في اتجاه الاف اي، فانا بدور فين الاريا العموديه، لقيت الاريا العموديه اللي تبقى دي ار دي زد، اعمل بقى عمليه انتجريشن. هو مديني الليميتس اللي انا هعمل عليها انتجريشن، بيقول لي الار بتتغير من 2 لغايه 4 والزد بتتغير من 0 لغايه ايه 2. لو عملت هطلع الفاليو زي ما قلنا اليونت بتاعه الفاي ان ويبر. الكلام مفهوم يا كريم يا يوسف؟ ويا كريم متابعني؟ ايوه. انت رديت يا كريم. يوسف متابعني؟ مع حضرتك يا دكتور. سهل ولا صعب الاكزامبل ده؟ لا سهل ما فيهوش مشكله. يعني لو جبت لك لو جبت لكم طبعا انا بتكلم الكل ما بتكلمش واحد. لو جبت لكم حاجه زي كده المفروض تتعمل ولا ما تتعملش؟ بتهيألي المفروض تتعمل. طب نشوف برضو اكزامبل تاني. هنا هو بيقول لي فاين ذا توتال ماجنتيك فلكس كروسنج ذا اريا. فين الاريا هنا يا يوسف؟ في الزد واي بلين اللي هي ايه؟ لو انا هاخد منها دي اس، الدي اس هتبقى كام؟ دي واي دي زد.
دي واي دي زد اه في اتجاه ايه هتبقى يا في اتجاه الاي اكس يا متى في اتجاه نيجاتيف اي اكس مين اللي يقول الاتجاه اللي هو البي طيب الاريا دي جايه لها ماجنتيك فيلد منين من اللاين هو الثاني لحظه بس يا يوسف هو اداني الماجنتيك فيلد زي البورب زي الاكزامبل اللي فات لا هو اداني مين واير انفاينايت واير تمام انفاينايت واير بيسند ماجنتيك فيلد اه ها فلما بيجي ايه يبعت ماجنتيك فيلد الماجنتيك فيلد بتاع الانفاينايت واير جاي من كام جاي من كام اي مقسوم على 2 باي ار ايشن تمام كان ايه فور مظبوط طيب هو عشان ايه انا مبسط السؤال الاريا دي هو حاططها فين في الواي زد بلين اللي هي ايه اكس ايكوال 0 طيب والواير موجود فين على الزد اكس يبقى الواير والاريا في نفس البلان ولا في ايه في بلان مختلف في نفس البلان اللي هو انا بلان الواي زد بلين زد بلين اه طيب لو انا واقف في الواي زد بلين فين والايه يبقى ايه العمود على الزد الاكس لا لا الزد واي بلين العمودي انا بتكلم على لو انا ايه انا لا انا عجيت عند سيرتن بوينت في الاريا انا بحسب الفلكس على الاريا دي حضرتك عايز تحسب اتجاه الاي واي يعني فهيبقى الاي واي هو العمودي على الزد يبقى ايه الواي الواي هو الاريا ايه العموديه تمام لان الاريا موجوده فين في الواي زد بلين خلاص يبقى ايه لما اجي اعوض بالانفاينايت واير اشيل الار او الرو اعوض عليها الواي طيب تقدر تقول لي اتجاه الاي فاي بكام الاي فاي انا بجيبها منين من اتجاه الكارنت الكارنت فين في اتجاه اي زد اضربه في العمود العمود اللي هو مين اي واي يطلع في اي اتجاه نيجاتيف اي اكس وبالتالي الحل اهو بالتفصيل هذه الاريا رجعوا من الليكشر اللي فات اللي انا ايه من اللي انا كنت بديها للجروب الثاني انا كنت يمكن موضحها اكتر الرسمه دي انا اتفاجئت بيها دلوقتي ما علينا الاريا دي ادي ايه ادي الماجنتيك فيلد اندنس ادي الاي ايه ديفايدد باي 2 باي ار الار اللي هي ايه البعد العمودي اللي هو واقع فين في الواي ديد بلين هيبقى اول واي الفاي جايه منين من اليونت فيكتور بتاع الكرنت في اليونت فيكتور بتاع مين الرو او الواي لما تيجي تقطع النيجاتيف اي اكس زي ما كان ايه يوسف بيتكلم معايا يبقى انا طلعت مين ادي ايه كل ده انا بحسب الاتش اخد الاتش اضربها في ميو نوت وبالتالي هيطلع كام في الاخر البي هتبقى البي عباره عن ميو نوت اي مقسومه على 2 باي واي في اتجاه ايه اكس او نيجاتيف اي اكس طيب انا عندي البي لما اخد الاريا بقى اخد ان اريا البي في انهي يا يوسف البي في انهي اتجاه في اتجاه نيجاتيف اي اكس ولا في اتجاه بوزيتيف اي اكس في نيجاتيف اي اكس يبقى هاخد انهي الاريا هاخدها برضه في نفس الاتجاه تمام ايه هتبقى كام دي واي دي زد في اتجاه ايه نيجاتيف اي اكس يعني انا بحددها بناء على اتجاه الماجنتيك فيلد او اتجاه القرن يعني اه تمام خلاص يبقى ده البي اعمل بقى بعد كده الانتجريشن فادي الدي اس عباره عن دي واي دي زد في اتجاه نيجاتيف اكس اعمل انتجريشن اعمل على الحدود هو لو انت بصيته يا شباب الاريا دي عباره عن دي سكوير السايد بتاعها 4 سنتيمتر ولا 4 متر خلاص وبالتالي بعمل هنا بالنسبه للواي بعمل انتجريشن فروم 2 تو 6 بعمل بالنسبه للزد فروم 1 تو 5 خلاص الاكزامبل فيه اي مشكله يا شباب تمام يا دكتور طيب اخر اكزامبل بس ايه الاكزامبل ايه هتكلم فيه هو ده تعتبر وبكره باذن الله هكمل على الاكزامبل اللي انا بتكلم فيه ده يبقى انا النهارده باذن الله هني الكلام بتاعي على ايه انا بقول لكم ده اللاست اكزامبل اللي انا حاني بيه النهارده لقاء النهارده باذن الله فهنا البروبلم دي هو راسم هنا ايه الشكل ده بتاع مين الكوكس الكيبل الكوكس الكيبل اللي احنا اتكلمنا عليه فين واحنا بنتكلم على ايه على الامبيل لوب مش كده اه
قلنا واحنا بنتكلم في امبير لو قلنا ايه الانر كوندكتور ليه راديوس ايه والاوتر كوندكتور ليه ايه ما بين البي والسي وفي دايركتك ما بين الاي والبي. طيب هنا دي في حاله الكوكسال كيبل بتعمل بيها باني ايه باني كوردينيت بتاني سلندريكال كوردينيت. طيب هنا في كام فلاكس يا شباب؟ انا ممكن احسب الفلاكس فين في اني مكان؟ مش احنا النهارده واحنا بنعمل المساله دي قلت في ماجنتيك فيلد موجود من زيرو للاي وفي ماجنتيك فيلد موجود ما بين الاي والبي وفي ماجنتيك فيلد موجود فين ما بين البي والسي وما فيش ماجنتيك فيلد ايه بره السي. مش الكلام ده احنا قلناه؟ تمام اه دكتور. طيب يبقى في ماجنتيك فلاكس جوه الكوندكتور ولا ما فيش ماجنتيك فلاكس؟ مش في بي جوه؟ في اه. يبقى في فلاكس ولا لا؟ في فلوكس في ما بين البي الاي والبي في ماجنتيك فيلد ولا لا؟ في ماجنتيك فيلد في ماجنتيك فيلد يبقى في برضو اقدر احسب ماجنتيك فلوكس ما بين البي الاي والبي وما بين البي والسي في ماجنتيك فيلد يبقى اقدر احسب ماجنتيك فيلد ايه ما بينهم. بس هو لما بيجي يقول لك احسب لي الماجنتيك فيلد لازم ايه سيلكت ايه سيرفيس معين يقول لك احسب لي عليه. فالسيرفيس اللي هو المعين بيقول لك ايه عند سيرتن فايل والاريا او السيرفيس ده ايه موجود ما بين الاي والبي يبقى هو عايز يحسب الفلاكس في اي منطقه في المنطقه الثانيه اللي هي ما بين الاي والبي المنطقه الثانيه اللي هي في ايه المنطقه الثانيه اللي هي ايه اللي هي فيها الاتش اللي هي الاي ديفايدد على 2 باي ار في اتجاه الاي فاي اللي احنا عملناه من خلال امبير. يبقى انا ايه اخد الاس واخد الاس دي اضربها في ميو نوت على اساس الماتيريال نون ماجنتيك ماتيريال واعمل الانتجريشن. البي البي بتبقى ايه كلها في اتجاه الاي فاي. لو انا عندي البي في اتجاه الاي فاي باخد اني اريا اللي هتبقى في اتجاه الار دي ار دي دي ار دي دي هي دائما ابدا العموديه على الاي فاي خلاص تمام. طيب يبقى ايه هنا ادي ايه وايه بيقول لك احسب لي الفلاكس اللي هو في عند سيرتن لوكيشن موجود ما بين الاي والبي يبقى الاي ايه ديفايدد على ايه 2 باي ار واخد ايه من الماجنتيك فيلد اقدر احسب البي اخد الكلام ده الاتش اضربه في ميو نوت وبعدين انا محتاج احسب الفلاكس اللي هي البي دوت دي اس فالدي اس اللي انا هاخدها دي ار دي دي في اتجاه الاي فاي اعمل انتجريشن. لما اعمل انتجريشن هعمله بالنسبه للار وبالنسبه للزد الار بتتغير من ما بين الاي والبي والزد بتتغير ما بين الزيرو والال على اساس ايه نفترض اللي هو بيقول لك احسب لي الفلاكس اللي بتعبر ايه سرندر وليكن اوف لينس ال يبقى ده اللي هي ايه ادي الايه الفلاكس الفلاكس ده يطلع بالويبر لو هو عايز يحسب الفلاكس بير يونت لينس يقسم على ال خلاص. اعتقد انتم تقدروا تبصوا عليها البروبلم دي انا هبدا بيها باذن الله في اللقاء بتاع بكره باذن الله. بكره هتكلم معاكم على ايه على الاندكتنس وهتكلم على الماجنتيك سيركت. يبقى انا باذن الله اللقاء بكره ايه بيتكلم على حاجتين على على الاندكتنس. الاندكتنس دي ممكن تاخد 1 اور. الماجنتيك سيركت انا هحاول اخد 1 اور وحتى لو ما خلصهاش بكره اكملها المره الجايه باذن الله. خلاص يا شباب تمام يا دكتور. طيب انتوا عندكم ايه دلوقتي انتوا بتاعي الاسبوع الماضي امتحنتوا ايه كويز 1 مش كده؟ اه وانتوا عارفين اللي هو اتليست يكون عندكم كام كويزز؟ 2. طب تحبوا تتفقوا معايا من دلوقتي عشان اكلم المعيدين نظبط الدنيا تحبوا الكويز يكون في الليكشر 1 و 2 ولا كمان يدخل جزء منه في الليكشر بتاعه بكره؟ انا هقول لكم خير الكلام ما قل ودل. بكره باذن الله انا هحضر محاضره فيها جزئيتين جزء على الاندكتورز وجزء في ماجنتيك سيركت. انا هبدا بالاندكتورز خلي الكويز على الليكشر الاولى والثانيه وجزء ايه بتاع الاندكتورز خلاص خلاص ماشي يبقى ايه على ايه يبقى الجزء بتاع استاذنك هيبقى في ايوه كريم هيبقى في خلال الاسبوع اللي جاي ولا اللي قبل هقول لك هقول لك كل حاجه احنا بس انا ايه انا دائما ابدا لما بدي لك اقول لك الخبر ويبقى اتليست قدامك اسبوعين عشان ما تزنقش انا ما احبش ازنق حد خلاص
وبالتالي مبدئيا بس احنا بنتفق على التوبكس اللي انت هتمتحن فيها. يبقى انت هتمتحن لغايه فين؟ لغايه الاندكتنس. الاندكتنس اللي انا بقول باذن الله هتكلم فيها تقريبا 1 اور بكره فيها. خلاص؟ بالتالي ما يبقاش يعني موضوع كبير، تقدروا تذاكروه كويس وتضمنوا الدرجه بتاعته. خلاص؟ تمام. طيب الكلام من ده الاسبوع الجاي انا اسبوع يا شباب رقم كام؟ 11. انا افضل دائما ان الكويز يكون في الاسبوع رقم ايه؟ 12. يبقى الكويز هخليه في أي أسبوع؟ بعد الجاي أو مثل الأسبوع اللي جاي؟ مثل الأسبوع اللي جاي الأسبوع اللي بعده. خلاص؟ ماشي شكرا. يبقى أنت عندك قد إيه؟ الأسبوع اللي بعده يعني عندك أسبوعين تقدر تذاكر محاضرتين ونص. كتير عليكم بتاني مش كتير. خلاص يا شباب؟ وفي نفس الوقت برضو يكون الكويز معقول بحيث انه يعني انا مساعدكم تفقدوا درجات. خلاص يا شباب؟ قولوا اه ولا لا عشان اقول لكم سلام عليكم. تمام يا دكتور. ولو انتوا شايفين الكمية كبيرة بتاعت الكويز ممكن اقللها لك، ما عنديش برضو مشكلة. خلاص؟ هنشوف بكرة الاندكت هتستوعبوه ولا مش هتستوعبوه. لو استوعبتوه خلاص، لو مش هتقدروا تستوعبوه اقول لك لا في الليكشر الاولانيه والثانيه. خلاص كده بتاعي كفايه. تمام يا دكتور شكرا لحضرتك. عفوا. على اساس ان الكويزات دي حاجه عايزين نساعدكم مش عايزين نضركم. خلاص اقول لكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته.